يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، حلقة بداية الأسبوع، وبنتمنى وبنقول يا رب إن شاء الله يكون أسبوع كله خير علينا جميعا بإذن الرحمن. للأسف الشديد يا حضرات يعني هو دور برد خفيف حبتين منع نهاوند إن هي تكون موجودة معانا النهاردة، إن شاء الله تخف بسرعة وتبقى زي الفل وترجع في أسرع وقت تنور الدنيا. وعلى فكرة يعني تجدر الإشارة، يعني عايز أقول لحضراتكم الظاهر كده مع بدايات بقى الموسم الدراسي الجديد وعودة كل أولادنا من جديد إلى المدارس والتجمعات اللي بتحصل في المدارس، كتير جدا من الأولاد بيرجعوا اليومين دول عندهم دور برد، ويعني ساعات بيبقى متوسط ساعات بيبقى خفيف ساعات بيبقى شديد حبتين، وبعدين الله يعني مبقاش حتى الواحد عارف هو برد ولا حاجة تانية، بس في كل الأحوال يعني لازم نخلي بالنا، وبيرجعوا كمان يعدوا أولياء الأمور يعدوا أهاليهم والأهالي تعدي بعضها إلى آخره، فمش عايزين نرجع تاني والنبي للأجواء اللي مرينا بها كام سنة اللي فاتوا، ربنا يسلم الجميع إن شاء الله. على كل الأحوال الجزء الأول من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه مع حضراتكم عن موضوعات كتيرة الحقيقة متعلقة بالنادي الأهلي، وأكيد هنتابع معاكم آخر المستجدات صحفيا وآخر المستجدات على صعيد الفروع المختلفة للنادي الأهلي. هنتكلم معاكم كمان عن المونديال اللي بيقترب مننا بطبيعة الحال، عندنا حكي كتير هنحكيه مع حضراتكم عن المونديال، وكمان عندنا كلام يخص المنتخب في إطار استعداداته لمباراة بلجيكا، ودي أعتقد ناس كتير شافت أو شايفة إن ده المحك الحقيقي بقى اللي بموجبه أو اللي بناء عليه نقدر نبتدي نحكم على المدير الفني وعلى انعكاسات وجود هذا المدير الفني مع منتخبنا عاملة إزاي. كل ده هيكون في الساعة الأولى. الساعة الثانية هيكون عندنا كالعادة فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هينورونا من خلالها دكتور أحمد ثابت والأستاذ وليد ماهر، الاثنين من كبار المحللين الرياضيين، وأكيد هنسعد جدا بوجودهم معنا في الفقرة الحوارية الأولى. والفقرة الثانية هتنورنا فيها دكتورة ريهام الحياوي، وأكيد هنفتح معاه ملف يهم كتير جدا من حضراتكم. ولكن تعالوا بقى واستأذنكم نخلي البداية يعني عن المونديال، بما أننا بنقرب أكتر وأكتر كل يوم من انطلاق فعالياته اللي أكيد أكيد واخدة كل اهتمام محبي وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. كلامنا دلوقتي هيكون عن مجموعة من النجوم الغيبة عن البطولة السنة دي أو عن كأس العالم في هذه النسخة بسبب غياب منتخباتهم أصلا عن المشاركة، زي للأسف الشديد محمد صلاح نجمنا المصري اللي محقق كل المجد مع نادي ليفربول، اللي ضارب معاه كل الأرقام القياسية واللي حصل معاه على كل الجوائز الفردية والجماعية مع الريدز، الحقيقة عامل شغل أكتر من ممتاز. كمان الهداف النرويجي إيرلينج هالاند نجم المان سيتي اللي بيعيش واحدة حاليا من أفضل فتراته وعطاءاته الكروية، هو المتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى هذه اللحظة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، طبعا هنفتقده جدا. هنفتقد كمان النجم العربي الكبير الجزائري رياض محرز اللي يعني بقاله أكتر من 6 أو 7 سنوات في الدوري الإنجليزي، الحقيقة ماشي بمستوى يكاد يكون ثابت مع أندية ليستر سيتي ومانشستر سيتي، لعيبة كتير الحقيقة يعني هيفتقدها المونديال الحالي، وإحنا بطبيعة الحال هنفتقد وجودهم ولمساتهم وحرفنتهم، لكن أكيد البطولة برضو في المقابل هتظهر لنا مجموعة جديدة من اللعيبة اللي ممكن نشوف من خلالهم مفاجآت مدوية زي ما بيحصل مع كل نسخة، وبنستمتع الحقيقة مع كل نسخة بالسكواد المشارك مع منتخب بلده والمنتخبات اللي هتشارك، يعني الحقيقه كلها مش هينه، جزء كبير منها الى حد كبير لاسباب مختلفه ولاعتبارات مختلفه، حتى ممكن دي تكون نقطه نتكلم فيها مع ضيوفنا في الفقره الحواريه الاولى، ان في يعني اللي مش متواجدين واللي غايبين زي ايطاليا مثلا غيابهم غريب عجيب مريب، لكن حتى المتواجدين في منهم منتخبات مش بنفس قوتها المعتادة، مش بنفس حجم ثقل الاسم المنتخب ده زي ما كنا بنشوفه في نسخ سابقة من المونديال الحقيقة، بس أكيد برضو الموضوع لن يخلو من متعة وأكيد هنشوف ماتشات كلها زي الفل الحقيقة. كمان كل يوم والتاني بنتفاجئ بيعني مفاجآت جديدة في القوائم المعلنة للمنتخبات، زي ما كنت بقول لكم من شوية استبعاد المدافع الدولي الكبير سيرجيو راموس يعني من قائمة منتخب إسبانيا بقرار من المدرب لويس إنريكي، رغم أن راموس الحقيقة ماشي بشكل كويس جدا مع باريس سان جيرمان وواحد من أعمدة منتخب الماتادور الإسباني لأكثر من 10 سنوات على التوالي. كمان غياب منتخب إيطاليا ده اللي كنت بكلمكم عنه من شوية، عفوا مش النقطة اللي فاتت، فكرة أن منتخب إيطاليا بنجوم منتخب إيطاليا عدم وجودهم في المونديال شيء محزن جدا
يعني كتير جدا مننا كان نفسنا نشوفهم الحقيقة في المنافسات هذا العام. وطبعا ما ننساش نجم توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية هيونغ سون اللي فاز بالحذاء الذهبي في البريمير ليج الموسم اللي فات لو حضراتكم تفتكروا، وكانت الحكاية دي مناصفة مع محمد صلاح. برضه هو كمان اتعرض لإصابة مع فريقه، وبالتالي فرص لحاقه بالمونديال أصبحت صعبة جدا. لكن اللي حصل الحقيقة أنه هو تم ضمه لقائمة المنتخب، وده بحذافيره اللي حصل برضه مع ساديو ماني اللي تم ضمه هو الآخر لقائمة منتخب السنغال رغم إصابته. ولسه الحقيقة محدش عارف نسبة مشاركتهم هما الاتنين مع منتخباتهم هتكون قد إيه. عامة كلامنا عن المونديال لسه أكيد ما خلصش، وعندنا فقرة حوارية أولى هنفصص فيها كل المتعلق بهذه النسخة من المونديال. تعال نروح بقى لمنتخبنا الوطني وفيتوريا اللي أعلن بالفعل عن قائمة المعسكر الثاني طبعا المقرر إقامته في الفترة من 13 إلى 18 من نوفمبر الجاري، استعدادا لودية بلجيكا المقرر إن شاء الله ليها يوم 18 من الشهر الجاري. ضمت القائمة مجموعة من المحترفين طارق حامد، النني، حجازي، محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش، أحمد حسن كوكا وحجازي. ونرجع ونقول بإذن الله تكون مباراة يعني قوية، مباراة بلجيكا، وإن شاء الله كمان تكون مؤشر جيد. ده اللي كلنا بنتمناه، إن هي تكون مؤشر جيد لمنتخبنا، خصوصا وإن بلجيكا بالمناسبة اختارت إن هي تلعب مع مصر أو تواجه مصر في يعني قبل يعني مشاركتها في المونديال، لأن مجموعة بلجيكا بتضم منتخب عربي وهو المغرب. فطبعا المواجهة مهمة جدا على الأقل بالنسبة لهم، يعني لأن هم عايزين برضو يعني يلعبوا مع أو يواجهوا منتخب عربي قريب من نفس مستوى المغرب، كرة برضو شمال إفريقيا والكرة الإفريقية بشكل عام. وطبعا ده كان من الذكاء والحكمة إن المنتخب البلجيكي اختار إنه يلاعب منتخب مصر. أما عن المنتخب الأولمبي لكرة القدم فإن شاء الله هيخوض مباراتين وديتين مع نظيره المغربي يومي 17 و20 من نوفمبر الجاري. طبعا ده الكلام ده ضمن استعدادات المنتخب للقاء زامبيا في الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. بعثة المنتخب الأولمبي هتغادر غدا إن شاء الله يوم الاثنين إلى الرباط، وبالمناسبة مباراتي زامبيا ومصر هتقام خلال شهر مارس، بينما تنطلق أمم إفريقيا في شهر يونيو في المغرب، وهيتأهل منها الثلاث منتخبات الأوائل، هيتأهلوا طبعا إلى الأولمبياد مباشرة، بينما هيلعب الرابع ملحق إنجاز التعبير مع نظيره من آسيا. وطبعا تمنياتنا بكل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي. نروح بقى حضرات للنتائج المميزة اللي حققتها البعثة المصرية للسكواش في بطولة إفريقيا اللي أقيمت في زيمبابوي بمشاركة 15 دولة مختلفة. مصر حصدت لقب الفرق على مستوى الرجال والسيدات، وكمان الألقاب الفردية لتحقق العلامة الكاملة. الحقيقة فوز مشرف وفوز كبير جدا لكل الفرق، وكمان توجت منى وليد ببطولة إفريقيا في المنافسات الفردية بعد ما فازت في النهائي على المصرية أيضا كنزي أيمن بنتيجة 3-2، فيما توج ياسين الشافعي بلقب الرجال بعد الفوز على خالد لبيب بنتيجة 3-1. يعني النهائي كان مصري 100%، وطبعا دي كلها حاجات بتسعدنا جدا. كمان منتخب مصر للريشة الطايرة حقق 12 ميدالية في البطولة العربية للناشئين اللي أقيمت في الكويت، بواقع 3 ميداليات ذهبية، 4 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية. والحقيقة الشباب قدموا يعني أداء مميز جدا جدا جدا، بنقول لهم بالتالي مليون مبروك على هذا الإنجاز الكبير، وإن شاء الله مستنيين منكم أكتر من كده بكتير في المستقبل بإذن الله. تعالوا بقى نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، وإحنا معانا ومنورانا على التليفون الدكتورة منار غانم وهي عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الفل على حضرتك يا دكتورة منار، وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم وكل السادة المشاهدين، أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. هو عادة في الوقت ده من السنة في سنين سابقة كنا بنبقى لابسين شتوي صريح، فواضح ان الوضع اختلف كتير طبعا نتيجه تغير المناخ. عايزين نعرف من حضرتك مبدئيا كده الايام اللي جايه ان شاء الله يعني متوسط درجات الحراره وحاله الطقس بشكل عام هتكون عامله ازاي باذن الله. طبعا هو احنا تحديدا اليوم بنشهد ارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره بحوالي درجه لدرجتين، يعني العظمى على القاهره الكبرى اليوم 26 درجه مئويه. أيوة. وده متوقع يكون غدا كمان معانا ان شاء الله العظمى 26 درجه مئويه، يعني احساسنا بالطقس فتره النهار
اجواء مائله للحراره على القاهره الكبرى، لكن الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره هنلاحظه خلال فترات الليل. بدانا كلنا نشعر بالبروده، انخفضت درجات الحراره بشكل كبير، بدا في تباين في درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، الفرق بيوصل ل 10 و 12 درجه مئويه خلال فتره النهار وفتره الليل، اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه خلال فترات الليل. متوقع من يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تبدا درجات الحراره تنخفض تدريجيا، توصل العظمى على القاهره الكبرى 24 درجه مئويه، مع نهايه الاسبوع كمان هتوصل ل 23 درجه مئويه، فهنبدا نحس اكثر بالاجواء المعتدله والاجواء يعني الخريفيه المعتدله فترات النهار، البارده فترات الليل، مع طبعا استمرار تساقط الامطار تبقى مختلفه كميتها من يوم ليوم. يمكن اليوم في امطار على السواحل الشماليه، امطار خفيفه الى متوسطه، وبدات في ساعات الصباح على مطروح والاسكندريه ومحافظات شمال الوجه البحري. متوقع غدا ايضا استمرار فرص الامطار على نفس المناطق، لكن كمياتها ايضا هتكون من خفيفه متوسطه، هتمتد لكل السواحل الشماليه. على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله فرص الامطار والتاثير اكثر الامطار هيبقى في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. هنعيش اجواء خريفيه ان شاء الله، فرص الامطار للمناطق الداخليه جنوب الوجه البحري او القاهره الكبرى ضعيف، حتى لو حصل سقوط امطار فغير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه باذن الله. باذن الله. طيب دكتوره منار، واحنا في اجواء كوب 27 وطبعا العالم كله مش مجرد مصر بيتكلم في هذه الايام عن فكره التغيرات المناخيه، اللي الحقيقه على مدار اخر كام سنه شفنا لها انعكاسات صريحه ما فيهاش مساحه لللبس، حصلت في دول كتير جدا الحقيقه، وكل اشكال التغيرات الغير متوقعه حصلت. فخلينا في مصر، هل متوقع في الشتاء ده الشتويه دي ان شاء الله، هل وارد ان احنا نشوف اجواء غير اعتياديه، يعني اجواء شتويه غير اعتياديه نتيجه تغيرات المناخ؟ طبعا جدا، في ظل التغيرات المناخيه اللي بيشهدها دول العالم كله وكمان جمهوريه مصر العربيه بتشهدها وشهدتها خلال الفصول الماضيه، بدانا نشهد عنف الظواهر الجويه اللي بدات تاثر علينا. يعني احنا معتادين على حالات عدم الاستقرار وسقوط الامطار، لكن مش بالعنف اللي بدانا نلحظه في حالات عدم الاستقرار. صحيح. وتكرار الموجات وتقارب الموجات عدم الاستقرار من بعضها، يعني احنا تقريبا كل اسبوع يبقى عندنا موجه عدم استقرار. عنف الظواهر الجويه الموجوده في موجه عدم الاستقرار بدانا نلحظه بشكل كبير، وده وارد جدا يحصل في فصل الشتاء. احنا لسه في نهايات الخريف، ان احنا فضلنا تقريبا حوالي شهر وعده ايام على نهايه فصل الخريف وبدايه فصل الشتاء. أيوه. فوارد جدا يحصل يعني عنف ظواهر جويه مش معتادين عليه بسبب التغيرات المناخيه. طب هل انا مش هقول للموضوع ده، للمصيبه دي، للكارثه الكونيه دي، يعني هل متوقع ان شاء الله بعد كاب 27 وبناء على اللي كان قبل كاب 27 وما سيستجد بعد كاب 27، هل التوصيات اللي بتحصل في النوع ده من المؤتمرات وتجمعات القاده والساسه من جميع انحاء العالم وكلهم ما بيتكلموش غير على نفس الموضوع، هل من المتوقع ان يكون في توصيات او قرارات ملزمه مش مجرد توصيات، وتحديدا اقصد بكلامي الدول اللي تسببت في الكم الاكبر من التلوث البيئي والتغير المناخي، بالتالي هيبقى في اي مستجدات من شانها ان هي تهدي شويه وتيره التغيرات اللي بتحصل دي؟ يعني هو الالزام في التنفيذ، هو لازم تنفيذ القرارات، مش بس ان احنا بنقول توصيات، ولازم تنفيذها على ارض الواقع، لازم نبتعد بقى عن استخدام الوقود الاحفوري ومشتقات الفحم، لان انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بتزيد، ارتفاع درجات حراره الارض بتزيد مش بتقل، فهو لازم ان احنا نبتعد تماما عن مشتقات الفحم، نتجه للطاقه المتجدده والطاقه النظيفه، نبدا نتكيف مع التغيرات المناخيه بالمشاريع اللي احنا بدانا نعملها عشان نقلل الانبعاثات ونتكيف مع التغيرات المناخيه، لكن دون ان احنا لو ما نفذناش التوصيات او المعاهدات اللي احنا بنقول عليها طبعا مش هيبقى في اي تغيير، بل يعني التغيرات المناخيه هتبقى ازيد واشرس لو احنا ما وقفناش ارتفاع درجات الحراره اللي ناتجه عن زياده الغازات الاحتباس الحراري. فاحنا لازم يعني، وخاصه الدول الصناعيه الكبرى لانها المؤثر الاكبر طبعا طبعا المناخيه، طبعًا لازم تلتزم يعني بوقف الانبعاثات، بس مش هنقدر نقول هم هيلتزموا ولا لا، لان هم بداوا دلوقتي يدونا تمويلات ويتجهوا الى التمويل والتكيف مع التغيرات المناخيه، لكن هو مع التكيف لازم تقليل الانبعاث.
ما تبقيش بقى ضامن قوي يا دكتوره النوع ده من الامور، لان للاسف الشديد في الكام شهر اللي فاتوا احدى الدول الصناعيه الكبرى واحده من اصحاب الاقتصادات القويه جدا على مستوى العالم، زي ما كانت صرحت قبل كده من فتره طويله ان هي ستمتنع عن استخدام الوقود الاحفوري، رجعت تاني وبشكل صريح وش كده قدام العالم كله، لا نتيجه الحرب اللي حاصله بين اوكرانيا وروسيا ونتيجه امور متعلقه بمشاكل الطاقه حول العالم، فاحنا هنرجع تاني نستخدم الفحم. يعني يعني الواحد ما بيبقاش عارف الى اي درجه ممكن يعني يبقى في الزام للدول اللي بتساعد في التغيرات المناخيه وفي تلوث البيئه. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا في حلقه النهارده، جزيل الشكر الدكتوره منار غانم على مشاركتك معانا في حلقه النهارده، والحقيقه الجزئيه الاخيره في كلامها في منتهى الاهميه، فكره ان احنا ندخل بالتوصيات بقى لحيز التنفيذ، والحقيقه كلمه حق لازم تتقال، دي العباره يعني او كلمه التنفيذ دي الكلمه اللي رددها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتر من مره في خطابه وعمل عليها ستريس واضح وصريح ما فيهوش اي مساحه لللبس، يعني في كلمه الافتتاح لهذه النسخه من المؤتمر المقام حاليا في شرم الشيخ. ربنا يستر ويسلم العالم كله باذن الله. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا. اتفضل. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة ثانية، من جدد التحية والترحيب، وخلونا نروح على طول مشاهدينا في كل مكان على فرع النادي الأهلي بالجزيرة، لأن زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم موجودة هناك حاليا عشان مشكورة هتعرفنا على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي بفرقه المختلفة وفي فروعه المختلفة. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. غدا إن شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 5 أيام، طبعا كان منحها مستر مارسيل كولر بسبب فترة توقف الدوري. غدا بقى زي ما قلت إن شاء الله هيستأنفوا التدريبات مرة تانية، وكمان كان قرر مستر كولر إن الفريق هيخوض تدريباته على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، عشان بقى يرفعوا الحمل البدني ويستعدوا بشكل جيد جدا للمرحلة القادمة اللي بالتحديد تبدأ مواجهات النادي الأهلي يوم 27 نوفمبر أمام فريق المقاولون العرب في بطولة كاس مصر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى لناشئين كرة القدم، وفريق 2008 بيحقق فوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0، ده طبعا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية. الحقيقة أن الناشئين 2008 عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم من أن المباراة كانت خارج أرضهم لكن قدروا يسيطروا على مجريات المباراة ويحسموها لصالحهم. أحرز هدف النادي الأهلي اللاعب مهند أيمن في الدقيقة 58، والحقيقة بقى يا كريم إن الفوز ده فوز مهم جدا عشان الحقيقة رفع نقاط النادي الأهلي ل 16 نقطة، وبأصبح متصدر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الزمالك بعد ما خسر أمام فريق أسوان. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بقى يفوزوا في جميع المباريات القادمة ويتوجوا ببطولة الجمهورية. دي أخبار كرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة، وسيدات كرة السلة النهاردة عندهم مباراة مهمة جدا ونهائي بطولة دوري المرتبط. المباراة هتكون أمام فريق سبورتنج الساعة 7 مساء على صالة استاد القاهرة. يعني طبعا هتكون مباراة مش سهلة، سبورتنج أكيد خصم قوي لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات كرة السلة إن شاء الله بقى يقدروا يفوزوا بالبطولة. المباراة الأولى طبعا زي ما قلت هتكون النهاردة، المباراة الثانية هتكون يوم الثلاث إن شاء الله 15 نوفمبر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وخليني بقى أذكر حضراتكم بمشوار سيدات كرة السلة في البطولة. قدروا يفوزوا في نصف نهائي على فريق سموحة في مباراة الذهاب بنتيجة 84-66، في مباراة الإياب بنتيجة 92-64، قدروا يفوزوا على مصر للتأمين في ربع نهائي البطولة في مباراة الذهاب بنتيجة 88-36، مباراة الإياب بنتيجة 86-58، وفي دور ال 16 على الصيد في مباراة الذهاب بنتيجة 78-41، ومباراة الإياب بنتيجة 82-70. يعني زي ما احنا شايفين الحقيقة عاملين نتائج كبيرة جدا في بطولة دوري المرتبط، ان شاء الله بقى كمان يتوجوا بالبطولة. اما عن رجال كرة السلة فايضا امس قدروا يتأهلوا لنصف نهائي بطولة دوري المرتبط بعد بقى تخطيهم لعقبة سبورتنج. يعني الحقيقة انه فريق المرتبط كان حسم التأهل قبل فريق الاول، قدروا يفوزوا على المرتبط زي ما قلت بنتيجة 97-62، لكن ايضا رجال كرة السلة فازوا في المباراة بالرغم من هي كانت مباراة
تحصيل حاصل، لكن قدروا ينهوها لصالحهم بنتيجه 71-63، وكانوا ايضا فازوا اكيد في مباراه الذهاب بنتيجه 74-55 عشان بقى يتاهلوا لنصف نهائي البطوله. في نصف نهائي البطوله هيواجهوا فريق الزمالك، المباراتين هتكون يوم 16 و18 نوفمبر، هتكون على صاله برج العرب. يعني طبعا اكيد ايضا هتكون مباراه كبيره، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في الدريم تيم رجال كره السله، ان شاء الله بقى يقدروا يحققوا فوز ويفوزوا في البطوله. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة، وسيدات كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم النهاردة، هيكون عندهم مران الساعة 4 العصر، وبعدها على طول هيغادروا للأسكندرية استعدادا لمباراة غدا. مباراة غدا هتكون أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري. يعني في الجولة الأولى كانوا واجهوا الزهور والمباراة انتهت لصالحهم بنتيجة 3-0، في الجولة الثانية كان المفروض هيواجهوا الزمالك لكن تم تأجيل المباراة. وخليني بقى يا كريم كمان اقول لك انه امس اعلن اتحاد كره الطايره ان مباراه الزمالك تم تاجيلها ليوم 5 ديسمبر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراه الزمالك وفي جميع المباريات، زي ما دايما عودونا فتيات الذهب فتيات كره الطايره بالنادي الاهلي. واستكمالا للحديث عن الالعاب الاخرى، خلونا دلوقتي نروح للعبه كره اليد، ورجال كره اليد بيحققوا سلسله من الانتصارات في بطوله الدوري. قدروا يفوزوا يوم الخميس على فريق طلائع الجيش ضمن منافسات بطوله الدوري بنتيجه 32-25. المباراه كانت بتقام على صاله طلائع الجيش، عملوا مباراه كبيره جدا، وزي ما قلت ان هم محققين سلسله من الانتصارات، اخرها كان على فريق الزهور بنتيجه 29-18. مقدمين الحقيقه بطوله كبيره جدا مع المدير الفني ديفيد ديفيس. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. اخيرا بقى نروح للعبه السكواش، وابطال النادي الاهلي اللاعب مصطفى عسل واللاعبه سنه محمود بيتوجوا ببطوله العالم للسكواش للجامعات. البطوله كانت بتقام هنا بمصر على ملاعب نيو جيزه بمدينه 6 اكتوبر. عملوا الحقيقه بطوله كبيره جدا، قدموا اداء قوي جدا كالعاده بيليق باسم النادي الاهلي. طبعا ببارك لهم وببارك لكل الأهلوية. يعني دي أخبار الفرق الرياضية. كمان يا كريم زي ما عودنا مشاهدين 10 صبح في الأهلي، خليني أنقل لكم الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي منذ ساعات مبكرة من اليوم، وطبعا بيزيد عددهم على مدار اليوم. درجة الحرارة دلوقتي 23، وزي ما قلت في حالة من النشاط. والآن العودة ليك مرة أخرى في الاستوديو. كالعادة تغطية كافية وافية، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. وخلوني كمان أزود على الأخبار اللي قالت لنا عليها هنا خبر برضو نعرفه كل حضراتكم، والحقيقة كل اللجان الموجودة في النادي الأهلي كلهم بيعملوا شغل ممتاز ممتاز ممتاز، والحقيقة كلمة حق لازم تتقال، ما في صغيرة ولا كبيرة تهم أعضاء النادي الأهلي غير لما بيشتغلوا عليها وبيشتغلوا عليها كما ينبغي. تعالوا نروح لأنشطة لجنة المرأة في النادي الأهلي اللي نظمت مؤخرا تحت إشراف اللجنة العليا للجان، وأكيد بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، نظموا حملة في منتهى الأهمية، حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي، طبعا ضمن جهود الدولة لرعاية صحة المرأة المصرية. تعالوا نتعرف على تفاصيل اليوم ده كانت عاملة إزاي من خلال هذا التقرير، اتفضلوا. في بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة بنسهل ان احنا نعمل عملية الكشف المبكر على سرطان الثدي، عافانا الله جميعا يا رب. المبادرة دي مبادرة رئاسية، بتحصل على مراحل. الاول بيحصل كشف مبدئي للسيدة الاهلوية، وبعدين لو لا قدر الله في اي حاجة بتستدعي ان احنا نعمل اشعة، السيارة بتاعت الكشف موجودة، السيارة المتنقلة موجودة وبيتم فيها عمل الأشعة. عيلة الأهلي بتهم النادي بكل إداراته ولجانه، بيهمنا جدا إن احنا بنتابع، ولو لا قدر الله في حد بيكون عنده احتمال إن يكون عنده مشكلة في هذا الموضوع بنفضل نتابعه. ودايما عيلة الأهلي بتدور على صحة المرأة المصرية. شايفة إن الأعضاء الحمد لله يعني هم مبسوطين إن الحملة جات لهم يعني في النادي، فدي حاجة مهمة بالنسبة لهم، وخصوصا للناس اللي هي كبار، يعني كبار في السن بيبقى طبعا الحركة بتاعتهم صعبة، فبيبقى في النادي الخدمة ليهم إنها تجيلهم في النادي أسهل طبعا.
المفروض ان الحمله ديت برعايه السيد الرئيس للكشف المبكر على امراض الثدي، وفي العياده الاوليه بتبقى موجوده في مكان هنا في النادي، وفي دكتوره بتكشف على السيدات من الاول الضغط والسكر، واذا كان في كشف على اي حاجه بتوجعها، ولو محتاجه كشف بالاشعه على الثدي بتبعتها. الحمله دي موجوده تقريبا النهارده ثالث يوم، ولسه موجوده كمان 4 ايام للاسبوع الجاي، وغالبا ليهم مواعيد من 10 لغايه 5. تقريبا بيكشفوا على من 30 ل 40 سيده في اليوم، لكن بنبعت اللي مستحقين الاشعه للثدي حوالي من 10 ل 15 حاله برديه. الخطوات كان عباره عن اعلان اتعمل هنا في النادي، وكان في كام بوستر كده شفناه، فاول ما شفنا البوستر ده محطوط بدانا نسال، فلقينا لجنه المراه كانت متعاونه قوي، قالوا لنا ايه الفكره بتاعت الفحص دوت. النهارده جينا الصبح سيبنا الكرنيهات بتاعت النادي والبطايق، بناخد دور وجاري الفحص لينا، منتظرين بقى كل حاجه، بنخش مثلا سكر ضغط حاجات زي كده ومنتظرين. اليوم كان منظم جدا، بياخدوا اسمائنا وبنخش في اوضه الدكتوره، بنكشف، بناخد الطول والوزن والضغط والسكر، وبعد كده بيعملوا كشف على الثدي، او في حاجه لا قدر الله بيخلونا نعمل سونار. هي دي الفكره كويسه جدا اللي هي قريبه مننا وعارفين قبلها، فبتبقى كأنك بتعملي تشيك اب على جسمك وبتطمني عليه، فدي بتبقى كويسه جدا. هي حملة في منتهى الأهمية، أكيد مشكور عليها لجنة المرأة في النادي الأهلي، وأكيد مشكورين كمان كل القائمين عليها من وزارة الصحة، ومش محتاجين نتكلم مع حضراتكم في أهمية وفي جدوى فكرة أن الوقاية خير من العلاج، وفكرة الكشف المبكر عن كل الأمراض، مش بس سرطان الثدي بالنسبة للمرأة، لا عن كل الأمراض وبالنسبة للرجال والنساء. فكرة الكشف المبكر بتعفي عننا أو بتوفر علينا حاجات كتير ومعاناة وحاجات كتيرة، ونرجع ونقول برضو ربنا يشفي كل ويمن على كل بالشفاء العاجل يا رب كل المرضى في كل مكان. تعالوا بقى نشوف مجموعة تمارين رياضية للوقاية من آلام الركبة، دي اللي هنتعرف عليها من خلال الكابتن أحمد عوض مدير الجيم في النادي الأهلي في الجزيرة من خلال هذا التقرير، وبعديها هنطلع فاصل ثم نعود عشان نستقبل بقى ضيوفنا في أول فقرة حوارية في حلقتنا النهاردة. اتفضلوا. صباح السعادة والأمل على جمهور وأعضاء النادي الأهلي العظيم. النهاردة هنعمل تمارين مهمة جدا، بما إن احنا داخلين على فصل الشتاء والدنيا ساقعة وكل الناس بتعاني أو بعض الناس بتعاني من آلام الظهر، فاحنا عايزين نعمل وقاية إن احنا ما يجيلناش آلام الظهر. إزاي؟ إن احنا هنعمل شوية تمارين نحافظ على مرونة العضلات إن هي تبقى طويلة، لأن آلام الظهر بالذات من أسفل الظهر هنا أهو دي بيبقى فيها مشكلة، إن احنا العضلات بتاعت الرجلين من تحت لغاية الخلفية لغاية الإليا لغاية اللور باك، العضلات الأربع عضلات دول بيبقوا مرتبطين ببعض، فصل الشتاء بيبقوا قصيرين أو بيقصروا نتيجة إن مفيش مرونة فيهم والجو ساقعة، فلما بنقعد طويل بيضغطوا على بعض، بيضغطوا على آخر فقرات، فبيحصل لنا آلام الظهر اللي بتظهر في الشتاء. فهنعمل تمارين علشان خاطر نحافظ على نفسنا من موضوع الآلام دي. اهم حاجه قبل ما نبدا التمارين ان احنا نعلي المرونه بتاعه العضلات دي. ازاي نسخن؟ على حسب كل واحد ولياقته البدنيه وسنه والمرحله، وهل هو بيتمرن ولا ما بيتمرنش، ده هيفرق معاه. نبتدي تسخين مثلا لمده 5 دقائق ماشي في المكان، ده حاجات سهله جدا. اللي يقدر يعمل اصعب من كده اوكي، زي اللي هو يجري في المكان، ده ليفل وده ليفل. ستيب تاب اللي هو خطوه يمين وخطوه شمال بلمس الارض. عايز ليفل اعلى جامب جاز، دي ممكن نعملها واحنا في البيت عادي. جامب روب، شيفت ويت، دي كلها مجموعه تمارين ممكن لمده 5 دقائق بس نعملها حركات. ممكن نعمل مثلا دقيقه جامبنج، دقيقه مشي، المهم منها ان احنا نرفع عضلات قلبنا ونرفع عضلات حركه جسمنا عشان نعلي المرونه بتاعت العضلات. بعدها نبتدي نعمل مرونه من الحركه، زي ركبه ركبه ركبة ركبة، رجل واحدة، ولو أنا مش هينفع أثبت على رجل واحدة ممكن أسند رجل اليمين مثلا 20 عضة،
شمال 20 عدة، بعد كده ارفعها لقدام 20 عدة، لو هينفع اسند يبقى احسن، اي حاجة جنبي اسند عليها، ده الفكرة منها، ارفع اعلي المرونة بتاعت العضلة الخلفية. الرجل التانية 20 عدة يمين وشمال بالتبادل لمدة 3 مرات، بعد كده اعمل مشي في المكان تاني، رجل جانبية عشان اعمل مرونة لعضلات الحوض، 20 شمال 20 واكررهم 3 مرات، بعد كده ماشي في المكان تاني. تمارين سريعة مش هتاخد معانا اكتر من ربع ساعة يوميا، هتحافظ على مرونة العضلات بتاعت رجليا وظهري. هعمل تحت واطلع تحت واطلع، هاف رينج او هي اقل من المستوى الطبيعي الكلي، واطلع. ده مش المطلوب منه ان انا انزل اعلى حاجة، لا، الفكرة كلها ان انا بدي اشارات للعضلات دي ان انا شغال بيها واضخ فيها دم عشان المرونة بتاعتها تزيد، عشان احافظ عليها. بعد كده يمين يمين، بروحش الناحية التانية، 20 مرة الناحية دي، بعد كده ارجع 20 مرة الناحية دي، ملفش رايح جاي يعني كده غلط عشان العمود الفقري، لكن هي جنب واحد وارجع للنص، جنب واحد وارجع للنص، جنب واحد وارجع للنص، تاني تاني تاني. بعد كده ركبة عكس ايد، دي عشان اعمل مرونة منطقة الوسط. خلصت التمارين دي وانا واقف، ابتدي انزل على الارض، هبتدي اول عضلة بقى هزود المقاومة عليها، ايدي تحت دقني، رجليا ثابتة في الارض، هطلع هعمل من 15 ل 20 عدة، بعد كده اثبت 30 ثانية راحة، 15 عدة، 30 ثانية راحة، خلصت هثبت كوعي تحت كتفي على طول، رجلي لورا وانزل، رجلي التانية كده، انا بأول عضلات الخلفية كلها عشان احافظ على ظهري، ايد عكس رجل واثبت، ايد عكس رجل واثبت، ده بيقوي كلها العضلات بتاعت الظهر من تحت. خلاص خلصت تمرين، هعمل بقى الاسترتشات او الاطالات عشان ارجع العضلة لوضعها الطبيعي. خلصت ده هطلع برجلي دي لقدام، استرتش للرجل دي، بعد كده الرجل التانية، هنزل ثبات استرتش، حاول اوصل لمشط رجلي اقصر مسافة ممكن اوصل لها، اخد نفس جامد، طلع النفس، نفس جامد، طلع النفس، وبكده يكون قوينا عضلات رجلينا، عضلات ظهرنا، وحافظنا على المرونه بتاعتها عشان نحافظ على نفسنا من الاصابات. ربنا يحفظكم جميعا ان شاء الله مع حلقه جديده ومعلومات مفيده. عوده لعشرة الصبح في الاهلي، بجدد الترحيب بكل حضراتكم مره ثانيه في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، والحقيقه عندنا كلام كتير حابين نتكلم فيه مع حضراتكم عن المونديال وعن مجموعات المونديال، وهنبتدي النهارده بالمجموعتين الاولى والثانيه، واكيد برضو لن يخلو الحديث من الشجن المعهود من فكره عدم مشاركه مصر في هذا المونديال. ده اللي هنتكلم فيه مع ضيوفي اللي منوريني في حلقتنا النهارده معانا ومشرفنا، 2 من خبراء التحليل الرياضي، الاستاذ وليد ماهر وكمان الدكتور احمد ثابت. يا صباح الخيرات واهلا بيكم معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الخير، وسعيد موجود مع ثابت النهارده. نخلي البداية ذات شجون ونتكلم قبل ما ندخل مع حضراتكم على التفاصيل بتاعت المجموعتين الأولى والثانية في المونديال، نتكلم عن الحاجة اللي أكيد مزعلانا كلنا واللي هي بعيدة عن المنطق، أو مش بعيدة قوي عن المنطق، يعني برضو كلمة حق لازم تتقال، دي نتيجة شبه منطقية لأمور كتيرة وصلتنا لأن احنا نكاد نكون شبه يعني غايبين بصفة دايمة عن المونديال. فتعالى نبتدي بالموضوع ده.
حضرتك قصدك على منتخب مصر طبعا. طبعا بطبيعة الحال يعني منتخب مصر يعني كان كل المصريين كان نفسهم اكيد ان منتخب مصر يكون موجود في كاس العالم، وخصوصا في المجموعه. طبعا لو احنا يعني مش عايز اقول يعني الموضوع خلص خلاص، بس يعني كان المفروض ان احنا كنا مكان يعني لو كنا مكان السنغال كنا موجودين في المجموعه دي وفي ماتش الافتتاح بالظبط يعني. كان لكن ما هو يعني اللي اكيد منتخب مصر كانت فرصته قويه، وكان حصل لنا حزن كبير ان احنا ما قدرناش نوصل لقطر، اول بطوله تنظمها دوله عربيه طبعا. كان نفسنا نكون موجودين فيها، واكيد يعني حاجات كتير حصلت يا استاذ كريم من بدايه الاختيارات للمدير الفنيين. مدير فني يقعد اسبوعين ويمشي، مدير فني يجي يحقق نتائج كويسه، يعمل نتائج جيده في كاس العرب كيروش، يوصل كاس امم افريقيا مركز تاني، بعد كده تصفيات كاس العالم بيوصل فيها لحد اخر مرحله مع ماتش السنغال اللي هو اللي اتلعب في داكار. بعد كده الكل توقع ان هو يستمر، لكن طبعا اتحاد الكوره كان ليه وجهه نظر اخرى، وتم طبعا الاطاحه بكارلوس كيروش اللي هو دلوقتي بيتولى مسؤوليه منتخب ايران في كاس العالم. مش عايز اقول بقى، مش عايز اقول كلام صعب يعني على القائمين على اتحاد الكوره، لكن بالتاكيد يعني في قرارات كانت يعني كان المفروض تتراجع اكتر من كده، وده اللي ادى في النهايه ان منتخب مصر ما بقاش موجود في كاس العالم. لان لما حاجات كتير يا استاذ كريم بتتعمل، قرارات بتتاخد متسرعه شويه او بدون دراسه شويه، فبتؤدي للاخر ان المنتخب ما بيوصلش. هي كوره، الموضوع مش موضوع ملعب بس، دي نتيجه قصه مش قصه كتير القصه مش قصه ملعب. طبعا. مش 11 طبعا. لعيب طبعا. لا، القصه بيبقى في حاجات بره الملعب ايضا بتاثر على وجود المنتخب في المكان اللي هو يستحقه. يا ترى عندك نفس القدر من الشجن في الملف ده وفكره ان احنا مش مشاركين؟ اكيد طبعا، يعني اكيد كل واحد كان بيتمنى ان منتخب مصر يكون موجود في كاس العالم. اكيد بيدي يعني بيدي حاسه كده خاصه او بيدي احساس مختلف لاي مصري ان بلده بيبقى موجوده في كاس العالم. لكن انا شايف برضو، انا بتكلم دايما فني، يعني حته الفني انا شايف ان حظنا وحش ان احنا قابلنا السنغال. ممكن يكون في اخطاء، طبعا اكيد في اخطاء اداريه او كده، ولكن انا شايف فنيا لو مصر كانت قابلت اي منتخب غير السنغال كنا هنبقى نسبه وصولنا اكتر من كده، لان منتخب السنغال يعتبر واحد من المنتخبات، يعني هو المصنف رقم على العالم 18 حاليا، تصنيفه رقم 18 على العالم، منتخب كل الناس في التوقعات مرشحه ان هو ممكن يوصل على حساب. طول عمر السنغال منتخب قوي الحقيقه، وخاصه في الجيل ده، خاصه في الجيل الحالي مع بقياده ساديو ماني، واللعيبه كلها دلوقتي اغلبهم محترفين في الدوري الانجليزي، وعندهم لعيبه في بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وعندهم اثنين في تشيلسي. فالجيل ده انا شايف ان لو كنا قابلنا حد تاني، لو كنا قابلنا تونس، المغرب، يعني اي حد من الكوت ديفوار، الكاميرون، كنت تقدر ان انت تصعد، ولكن انت حظك برضو. ولكن يعني ده توفيق، يعني سوء توفيق لينا، وان شاء الله يعني نحاول بقى ان احنا نبني ونخطط ونحاول ان احنا نقلل معدل الاعمار الموجوده حاليا. ده اللي المفروض يكون في خطه اللي احنا نتكلم فيه، ان لازم الفتره الجايه يكون في خطه اعداد جيل موجود من خلال منتخب الشباب. منتخب الشباب اللي هو موجود دلوقتي في 2006 مع كابتن محمد وهبه، و2003 منتخب 2003، ومنتخب 2001 المنتخب الاولمبي. لازم ان انت في الفتره دي تعمل جيل كويس، وتشوف اللعيبه اللي ممكن لما بعد 4 سنين هيبقى معدل اعمارها كبير تقدر ان انت تتجنبها في الفتره دي، او تقلل مبارياتها، تبدا ان انت تدي للعيبه صغيره حتى لو تدريجيا في المباريات دي في خلال سنين، بحيث ان هم لما يوصلوا بعد 4 سنين يبقى عندهم، زي ما بنشوف النهارده انجلترا، وبنشوف المانيا، وبنشوف، وهنتكلم دلوقتي على قائمه اللعيبه، اصغر لعيبه في المونديال. بس اللي بنتكلم فيه ده قابل للتنفيذ فعلا، يعني اعتقد ان الخطوات الاصلاحيه، انجاز التعبير يعني، اللي اتخذت حتى هذه اللحظه المفروض ان ينتج عنها خير بالمقارنه بالفترات اللي فاتت، ولا حضرتك شايف يعني؟ بص يا استاذ كريم، يعني المفروض ان فيتوريا لما تم التعاقد معاه من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم، الكلام كله كان عن فيتوريا مدرب المشروع. احنا عندنا، عارف يعني، بقالنا فترة كده نقعد نتكلم على المدرب المشروع، مدرب المشروع سواء في الأندية، وبعدين اتنقلت من الأندية دلوقتي بقت في المنتخبات. فالمدرب المشروع المفروض فيتوريا عامل يعني عنده من الوقت اللي يسمح له ان هو يحقق كل الأهداف المطلوبة منه. مفيش مدير فني جه لمنتخب مصر وعنده الأريحية في الوقت ان هو كيفية إدارة الوقت مع منتخب مصر، ان هو قاعد مع المنتخب اول مره حد
يوقع تعاقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات. أيوه. ودي مدة كافية جدا ان هو ينفذ فيها كل حاجة. ومن ضمنها اللي كان بيقولوا عليه ثابت ان هو خطة للمنتخبات كلها من اول الناشئين، لان احنا انت عارف حضرتك ما عندناش للأسف الشديد ما جبناش مدير فني للاتحاد. يعني الكلام في البدايات قبل ما مشي إيهاب جلال وبعد ما قال هيكون في مديرين فنيين اجانب، كانت الحديث في هذا التوقيت عن وجود مدير فني للاتحاد، ده نمره واحد. أيوه. وهو ده اللي بيتبني عليه اللي عنده كل النو هاو، اللي هو ازاي عنده المانيوال اللي هيمشي. أيوه. عليه الاتحاد. تمام. سواء في المنتخبات بقى، سواء في المسابقات، سواء في كل الامور الخاصه بمسابقات الاتحاد ومنتخبات السنيه المختلفه، وده ما حصلش. نرجو ان فيتوريا هو بقى اللي يكون هو المسؤول عن القصه دي في الاتحاد، وهو وعد ان هو هيعمل الكلام ده في خلال الاربع سنين دول، هيكون هو المسؤول عن ان احنا نشوف جيل طالع بمرحله سنيه زي ما قال ثابت، ان هي يقل المعدل السن بالنسبه للمنتخب، ويكون فيه لعيبه طالعه من تحت 4 5 6 لعيبه يكونوا ينضموا لقوام المنتخب. يا مسهل الحال، يا مسهل الحال، كلنا بنتمنى هذا الامر بطبيعه الحال. طيب تعالوا بقى نروح لاول نسخه من كاس العالم بيتم تنظيمها واقامه فعالياتها على ارض دوله عربيه، والى اي درجه متفائل بحسن استضافه قطر لفعاليات المونديال؟ بالتاكيد قطر الميزه فيها كمان ان اول مونديال بيقام في ارض عربيه، فانت تحس كمان ان كل نكهه عربيه موجوده. قطر متمسكه قوي بالحته العربيه في كل حاجه بصراحه. قطر في التنظيم اكيد هتبهر العالم، ده مما لا شك فيه. فاكر برضو الامكانيات الامكانيات الماديه هناك كبيره، فمتوقع ان قطر هتبهر العالم في التنظيم. ولكن اللي هينجح البطوله كمان ان قطر توصل للدور الثاني. يعني قطر ما حصلتش في تاريخ كاس العالم ان المنتخب المستضيف ما يصعدش من دور المجموعات الا مره واحده بس، سنه 2010 كانت من جنوب افريقيا. فنتمنى دي ان حتى لو وصلت للدور الثاني بتساعد كمان اكتر على نجاح البطوله، وبتساعد كمان اكتر على الحضور الجماهيري. كل ده يعني بيفرق. يعني في رايك ممكن منتخب قطر طبعا بقياده لاعبه المحترف اكرم عفيف لو تغلبوا على الاكوادور وارد ان هم يتصعدوا ويحصل تصعيد بعد كده كمان؟ حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي نقطه ترتيب المباريات. النهارده قطر حظها حلو ان هي بتقابل تدريجيا، مبارياتها تدريجيا. صحيح. اول مباراه الاكوادور، بعد كده السنغال، بعد كده هولندا. فدي النهارده لما تكسب في الافتتاح منتخب يعتبر، انا شايف ان اسهل، يعني يعتبر يعني الاسهل منتخب نظريا كده الاكوادور في المجموعه. فانت مقارنه بالسنغال الاكوادور مع قطر مع قطر هو قطر اضعف منتخب على الورق، بس انت لما تبقى مستضيف يعني حتى القيمه التسويقيه مثلا هولندا في حته تانية، منتخب هولندا يعني هولندا مثلا القيمه التسويقيه بتاعتهم 587 مليون يورو، مقابل السنغال 288 مليون يورو، الاكوادور 142، قطر 14.9 مليون يورو. اوكي. التصنيف الهولندا الثامن على العالم، السنغال ال 18، الاكوادور ال 44، قطر ال 50. فانت بتتكلم ان هولندا في حته والثلاث منتخبات التانيين في حته طبعا، وقطر عندها فرصه ان هي اول مباراه ليها قدام الاكوادور، فلو كسبت وخدت الثلاث نقط بتاعتها هتقدر ان هي بعد كده تقابل السنغال، حتى لو اتعادلت ممكن تقدر ان هي تصعد بعد كده. على ذكر السنغال، يعني كنا قلنا في مقدمه حلقه النهارده ان تم ضم ساديو ماني، تم ضم اسمه الى قائمه بالزبط. منتخب السنغال برغم الاصابه، ومحدش عارف نسبه مشاركته هتكون عامله ازاي، توقعاتك ايه في الحته؟ لا هو بالتاكيد يعني ساديو ماني مش هيفوت فرصه ان هو يبقى موجود في مونديال قطر 2022. طبعا قيمه فنيه للمنتخب السنغالي وجود ساديو ماني، هداف السنغال 35 هدف في مشوار ساديو ماني مع المنتخب سود التيرانجا. ساديو ماني اصابته طبعا كانت في الدوري الالماني في مع بايرن بالظبط، وطبعا خرجوه اول ما حس ان هو كان عنده حاجه في يعني تحت الركبه كده، في حاجه اسمها مشبك يعني تحت الركبه، كان في هي الاصابه فيه بالتحديد. دي اصابه ممكن يتم علاجها سريعا ولا من الصمت اللي بيطول؟ يعني ممكن زي ما حصل مع محمد صلاح في روسيا في اصابه الكتف. أيوة. ممكن يحصل مع ماني برضو في 2022 ان هو هياخده معاه. طبعا هو في قائمه موجود،
هيروح ويتم علاجه في الفتره دي العلاج الطبيعي اللي هو اللي يقدر يرجعه بسرعه ان شاء الله. حتى لو ادوا له 25000 حقن عشان يلعب هيلعب يعني سليم لازم يلعب لازم يشارك. حتى لو فوت اول ماتش في المونديال لكن اعتقد ان هو برده زي صلاح هيلعب الماتش الثاني اعتقد ان ماني برده هيشارك في المونديال باي شكل من الاشكال. توقعاتكم في المجموعه الاولى مين اللي هيصعد؟ يعني بتهيألي هولندا مش محتاجين نتكلم عن صعودها ولا ايه؟ هولندا الاول ولا دايما بيكون في مساحه لوجود اي مفاجآت غير متوقعه؟ هو ده هو ده ده عرف ثابت يعني من اعراف كاس العالم يعني هولندا بس ماشيه يعني كويس طبعا يعني هي يعني بغض النظر عن التصنيف يعني طبعا احنا زي ما قال ثابت تصنيف هولندا الثامن وبعد كده بيجي السنغال وبعد كده الاكوادور وبعد كده قطر لكن هي فعليا على الارض المفاجآت موجوده على الارض الواقع يعني ممكن يحصل مفاجاه لكن بنتكلم في اسماء ولاعيبه محترفين وقيمه تسويقيه وفان جال مدرب زي كده عندنا هو بيروح ويجي يعني فان جال لو تعرف يعني تاريخه مع منتخب هولندا مسك في 2018 ومشي وبعدين رجع وبعدين مسك في 2015 يعني كان هو دايما يروح ويجي على المنتخب فعنده خبره كبيره في التعامل مع البطولات الكبرى واعتقد ان هولندا طبعا هي مرشح اول والثلاث مراكز الثلاث منتخبات الباقيين هما اللي هيبقى الصراع بينهم على المركز الثاني للتاهل من هذه المجموعه ولكن انا اعتقد ان السنغال هي الاقرب في مع هولندا في التاهل عنه. انا كنت هقوله يعني ليه متشكك في صعود السنغال؟ ما السنغال برضو ليها وزنها الحقيقه وبالذات بالمقارنه ببقيه الفرق الموجوده معاها في القائمه ولا انت شايف ايه؟ طبعا كمان وجود ساديو ماني غير ان هو فنيا هو وجوده كقائد طبعا النهارده لما بيسفر معاهم قائد في الفرقه ده ليدر بره الملعب وجوه الملعب ساديو ماني بيفرق معاهم كمان نفسيا ومعنويا زي محمد صلاح بالنسبه لنا بالظبط لما كان وجوده في كاس العالم بيفرق يعني وجوده برده كقائد ليدر حاجه مهمه يعني ساديو ماني لوحده ب 60 مليون يورو لوحده كده قيمته التسويقيه 60 مليون يورو اغلى من منتخب قطر فاهم انا شايف ان المفاجاه تبقى لو قطر صعدت المفاجاه من المجموعه دي رغم ان هي المستضيف لان هي لا تبقى لو قطر صعد لان قطر على مستوى فنيا طبعا هي اقل من الثلاث فرق التانيين، الثلاث فرق التانيين اقل منها، لكن لو وصلت دي اللي هتبقى المفاجاه، لكن الاقرب طبعا هولندا رقم واحد والسنغال رقم اثنين. طب مش المنطق يقول ان المنتخب القطري خلال الفتره اللي فاتت بعد ما تم التصريح والاعلان عن استضافه قطر للمونديال، مش المنطق يقول ان هم الفتره اللي فاتت يكونوا عملوا شغل بالنار كلنا هنتفاجئ بيه مع حتى مباراه الافتتاح عملوا دي فرصه مش هتتكرر كتير عملوا يعني. سبع وديات يعني انا معايا الوديات بتاعت قطر كسبوا بلغاريا تعادلوا مع سلوفينيا تعادلوا مع جامايكا خسروا من كندا 2-0 تعادلوا مع تشيلي كسبوا جواتيمالا كسبوا البانيا يعني عاملين مباريات وديه كويسه ولكن طبعا بس برضه المنافسين ليهم مش بس عاملين شغل معاهم المدرب الاسباني سانشيز ده من 2017 عندهم استقرار يعني حوالي سبع سنين فلكن فكره ان السنغال هي هتبقى الخطر على قطر ان هي ما تصعدش اكيد حجم متعه المشاهده تعتقد هتكون متحققه بنسبه قد ايه في المجموعه الاولى بصفه خاصه الاسماء اللي احنا قلناها لا بالتاكيد المنتخب الهولندي منتخب عريق يعني لعب على فكره منتخب هولندا لعب نهائي كاس عالم ثلاث مرات بس للاسف وكان عنده طبعا مجموعه لعيبه ودايما متواجد في المربع الذهبي بالظبط يعني لعب ثلاثه نهائي للاسف ما فازش ولا مره بالنهائي طبعا يعني بيتمنوا ان هم يكونوا يوصلوا للنهائي كاس العالم لكن طبعا في المجموعه دي يعني هيبقى المشاهده طبعا عاليه نظرا لوجود افضل يعني افضل منتخب في افريقيا حاليا هو منتخب السنغالي طبعا يعني ده الحقيقه يعني ده الواقع بالاضافه طبعا لقطر الدوله المنظمه هيكون في طبعا يعني كل الناس متابعه منتخب قطر لان هو صاحب الاستضافه وبعدين الماتش الاول بيتلعب في البيت فلازم قطر تكسب انه استاد البيت هو اللي بيتلعب فيه اول مباراه فالماتش هيتلعب في البيت يبقى لازم نكسب ده في البيت عندنا يعني لازم يكسبوا صحيح العمليه بيت عاملين حاجه كده على الضيق طب برضو اكيد ناس كتير قوي افتقدت وجود او هتفتقد وجود منتخب الجزائر دايما الجزائر من المنتخبات العربيه اللي بيبقى لها طعم شديد الخصوصيه لما بتكون متواجده في كاس العالم بصفه خاصه يعني بعيدا حتى عن افريقيا يعني بتكلم في كاس العالم الجزائر بتتوحش
بتوحش عادة، وبتبقى مشكلة كبيرة وعقبة قصاد كل الفرق اللي بتلعب معها أيا كان حجمها عامل إزاي. طبعا. مفتقدينها برضه. منتخب الجزائر واحد من المنتخبات القوية، وكان بالنسبة لي مفاجأة أنه ما يوصلش كأس عالم يعني. قدام الكاميرون كان هو منتخب الجزائر الأقوى، كانوا عاملين استقرار مع المدرب جمال بالماضي، ماشيين كويس جدا، ولكن كانت مفاجأة ان هم ما يوصلوش كاس عالم، خاصة كمان ان هم كانوا في 2014 عملوا شغل كويس وقدروا ان هم برضو يحرجوا منتخب ألمانيا. فالجزائر لا يعني منتخب كمان هو قريب من مصر في حتة صحيح. الروح والقتال ونفس الحالة اللي عاملها جمال بالماضي والجماهيرية كمان صحيح. نفس الحالة اللي كان عاملها جمال بالماضي كان عاملها كابتن حسن شحاتة مع منتخب مصر يعني طبعا. نفس الفكرة. فنتمنى طبعا ان الجزائر ان شاء الله ترجع، واعتقد ان هم عندهم محترفين كتير قوي، فاعتقد ان هم هيرجعوا باذن الله. برضو من المفاجآت اللي كانت بايخة قوي لعشاق كرة القدم في العالم فكرة برضو عدم وجود منتخب ايطاليا في كاس العالم. ازاي يعني تيجي ازاي دي يعني حاجة برضو حزينة جدا. ما هو بالتأكيد لازم يبقى في كل بطولة أستاذ كريم لازم يكون في كل تصفيات سواء أفريقيا أوروبا أمريكا لازم يبقى في بس ما تجيش في إيطاليا منتخب واحد جاي تلاقيه يعني من المنتخبات القوية تلاقيه مش موجود. فالحظ بقى قطر 2022 ان منتخب الأزوري مش هيبقى موجود للأسف، وليه متابعات عالية جدا إيطاليا بالتحديد لها جماهيريه غير عاديه طبعا سواء طبعا جمهور ايطالي او بره ايطاليا طبعا. لا وبعدين لعيبه شيك كده في الملعب يعني ليهم ستايل شديد الخصوصيه ومن قديم الازل يعني في الاجيال الايطاليه المختلفه، وما ليهم شكل مختلف دايما في ارض الملعب وبيلعبوا باناقه انجاز التعبير. انت بتشوف المدير الفني بره بيبقى لابس شكله عامل ازاي والناس قاعدين على البنش بره تحس ان هم قاعدين في خارجين في سهره يعني. صحيح انا هم راقين جدا الحقيقه. طيب خلونا نطلع فاصل سريع بعد اذنكم ونرجع نكمل كلامنا وندخل بقى معاكم على تفاصيل المجموعه الثانيه. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ وليد ماهر والدكتور احمد ثابت اللي منورين في حلقتنا النهارده. شفنا معاكم بمجرد العوده من الفاصل الاخير ده اللي في الفيديو جراف الاخير شويه تفاصيل متعلقه بالمجموعه الثانيه في المونديال، ودي المجموعه اللي هنبتدي بقى نتكلم مع ضيوفي الاعزاء يعني حول تفاصيلها. والمجموعه الثانيه بالمناسبه بتضم انجلترا وايران وامريكا وويلز، فخلينا نبتدي مع حضرتك ورؤيتك لحجم المنافسه هتكون عامله ازاي في المجموعه دي. يمكن في تشابه ما بين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه في الفريق اللي هو الاوروبي اللي زي ما كان هولندا في المجموعه الاولى حظوظها على الاعلى، فطبعا المنتخب الانجليزي بالتاكيد شارك في كاس العالم 16 مشاركه في كاس العالم وحصل على كاس العالم طبعا عارفين سنه 66، بالتاكيد هو حظوظه الاعلى في المجموعه نظرا لان حضرتك لو تعرف قائمه المنتخب الانجليزي اللي اختارها ساوث جيت المدير الفني 26 لعيب طبعا عندهم ثلاثه حراس مرمى كلهم محترفين في الدوري الانجليزي يعني 25 لعيب في الدوري الانجليزي ولعيب واحد فقط هو اللي محترف في الدوري الالماني، وده اصغر لاعب في منتخب انجلترا اللي هو بيلينغهام لاعب خط الوسط، وده يمكن من اصغر اللاعبين في البطوله عنده 19 سنه ومن اغلى ايضا اللاعبين في البطوله. فبتأكيد دوري انجليزي اقوى دوري في العالم حاليا طبعا، فلما يكون كل اللعيبه المختارين من قبل ساوث جيت من الدوري الانجليزي 25 لعيب بتأكيد كان عنده كمان حيره في الاختيارات، كان عنده حوالي 29 او 30 لعيب كانوا يستحقوا الانضمام بالمنتخب. طب دي حاجه تحير فعلا لما كلهم اتقل من بعض بشكل يمكن المدرب امبارح المباراه اللي هي كانت ما بين مدرب برينتفورد بعد الماتش صرح وقال ان توني اتظلم في عدم ضمه للمنتخب. توني ده اللي هو المهاجم اللي جاب في مانشستر سيتي امبارح، طبعا مانشستر سيتي اتغلب امبارح واحنا مبسوطين طبعا انه اتغلب 2-1 امبارح، وتوني هو اللي جاب الجونين وكان ممكن النتيجه اصلا في اخر دقيقه كان ممكن توصل ل 3-0 و3-1 تقريبا في نهايه الشوط الثاني. تالق فعلا واضح من توني وتالق من لعيبه اخرين في الدوري، لكن طبعا يمكن المدرب برضو برينتفورد قال ان هو برضو يعني رغم ان هو قال ان توني يستحق الانضمام للمنتخب الانجليزي في كاس العالم، لكن اكد ان كل المدربين بيعملوا يعني بيحاولوا يضموا اقوى 26 لعيب موجودين في القائمه، فهو قال بس لو حصل حاجه يعني مدرب قال لو حصل حاجه لاي لعيب في المنتخب الانجليزي الفتره اللي جايه
حد حصل له اصابه او حاجه لازم توني يبقى اول واحد ينضم للمنتخب. هو فعلا لعيب مهاجم قوي جدا وهداف. هل اللي بيتقال ده معناه ان مفيش اي مساحه مثلا ان منتخب ويلز يعمل مفاجاه في المجموعه دي؟ والله ويلز بقياده جاريس بيل المنتخب برضه قوي، ولكن اعتقد ان عندهم فرصه. يعني هي معركه النووي ما بين امريكا وايران هي مفتوحه ما بين الثلاثه، بس اعتقد ان ايران هي الاقرب. بس الثلاثه مستواهم يعني الى حد ما متقارب. الكلام اللي يتقال على ايران يتقال الى حد ما على امريكا ويتقال على ويلز، ويمكن تبقى ويلز اقل كمان. ويلز عندها برضه لعيبه كويسه في الدوري الانجليزي وعندها بن ديفيز. عندك ايران منتخب ايران مع كارلوس كيروش بالطريقه الدفاعيه. لكن عايز اتكلم في المجموعه دي على نقطه مهمه جدا في منتخب انجلترا. منتخب انجلترا هو الاعلى تسويقيا في البطوله. انا شايف ان هو المنتخب الوحيد اللي عنده بديل واساسي بنفس الكفاءه، المنتخب الوحيد. حتى البرازيل مثلا لو بصيت على الظاهرين مش هتلاقيهم بنفس الكفاءه، يعني عندهم عجز في الفروقات دي. لكن هنا انجلترا القيمه التسويقيه بتاعتهم بليون واثنين من عشره يورو. تخيل قيمتهم التسويقيه. لو استعرضنا القايمه كمان اللي معانا اللي هي بتاعه الاغلى اللعيبه في القايمه التسويقيه في كاس العالم، اغلى 10 لعيبه في كاس العالم منهم أربعة من منتخب انجلترا. اغلى لاعب في انجلترا في الفودن. هل ده في حد ذاته يعني لازم يبقى له انعكاسات في التكيب؟ يعني طبعا بتدخل في الحسبان يعني التفصيله دي. طبعا انت عندك القايمه مستعرضينها على الشاشه اللي هم ال10 اغلى 10 لعيبه. انت عندك مبابي طبعا منتخب فرنسا 160 مليون يورو، فينيسيوس جونيور في البرازيل نجم ريال مدريد طبعا 120 مليون يورو، الثالث فيل فودن من منتخب انجلترا لعيب مانشستر سيتي 110 مليون يورو، الرابع جمال موسيالا نجم منتخب المانيا وبايرن ميونخ 100 مليون يورو، وده سنه 19 سنه او اول اربعه 23 سنه 22 سنه 22 سنه 19، بيدري نجم اسبانيا وبرشلونه 100 مليون يورو، بيلينجهام اللي انا قلت عليه نجم منتخب انجلترا وبيلعب في بروسيا دورتموند 100 مليون يورو، فالفيردي نجم ريال مدريد ومنتخب اورجواي 100 مليون يورو، هاري كين نجم منتخب انجلترا وتوتنهام 90 مليون يورو، ساكا نجم الارسنال ومنتخب انجلترا 90 مليون يورو، جافي نجم برشلونه واسبانيا 90 مليون يورو. يعني بص هتلاقي اربعه ايه كميه الملايين اللي الدكتور طرطشها في وشنا واحنا قاعدين اربعه عادي كده بتتكلم 100 مليون يورو و200 مليون عادي كده بنقول الرقم عادي. اربعه من انجلترا في اول 10. وبص حضرتك كمان على الاعمار اللي كنت بتكلم عليه ان لازم يبقى عندنا جيل صاعد، مش لازم نستنى ان اللعيب يوصل 23 و24 عشان يلعب فريق اول. أيوه. بص على الاعمار، فينيسيوس جونيور 22، فودن 22، جمال موسيالا 19، بيدري 19، بيلينجهام 19 سنه، ساكا 21، جافي 18 سنه. بتتكلم في لعيبه كلها يعني معدل الاعمار صغير. هات برده القايمه الثانيه اللي هي قايمه الاصغر اللعيبه برده في المونديال، هتبص تلاقي بيوضح لك برده الفكر. أوكي. ده مين اصغر عموما مش في المجموعه دي، في المونديال عموما. اصغر لاعب في المونديال يوسوفا موكوكو نجم منتخب المانيا 17 سنه. واو. ده مهاجم منتخب المانيا هيبقى موجود في كاس العالم. الاصغر اللي بعده جافي اللي احنا اتكلمنا عليه برشلونه، اللي هو نجم منتخب اسبانيا 18 سنه. ده اللي قدامنا على الشاشه اللي هو جابوه، يوسوفا موكوكو نجم منتخب المانيا، ده اصغر لاعب. برده جمال موسيالا، يعني في اتنين من المانيا من اصغر اللعيبه، بيدري في اسبانيا 19 سنه، بلينجهام 19 سنه في انجلترا، رينا في امريكا 19 سنه، برده انطونيو سيلفا ده احسن مدافع صاعد في العالم بيلعب في منتخب البرتغال عنده 19 سنه والناس تتفرج عليه في كاس العالم، مدافع بنفيكا البرتغالي، مدافع كويس جدا. وفي نونو مينديز ده باك شمال باريس سان جيرمان والبرتغال برضه عنده 20 سنه. فبتتكلم في ان دول اصغر 10 لعيبه موجودين في المونديال. حاجه نتكلم برضه على المنتخب الانجليزي برضه في مجموعته تفوق على بولندا والبانيا وقدر ان هو يسجل 39 هدف في مشوار التصفيات. يمكن هو تاني اقوى خط هجوم في المجموعه بعد التصفيات الاوروبيه بعد المنتخب الالماني اللي هو اقوى خط هجوم المنتخب الالماني طبعا برصيد 42 هدف، وده دليل على قوه خط هجوم المنتخب الانجليزي. بالتاكيد في لعيبه متميزين على راسهم طبعا كين مهاجم توتنهام، وعلى مهاجم طبعا يعني مكنه اهداف بالنسبه للمنتخب الانجليزي طبعاً. ومن تحتي بقى ستيرلينج وفودن ويعني وساكا صح، منتخب تقيل فعلا، هتلاقي حاجه تخض الخامس على العالم، عندهم ناس كتير قوي بيقدروا يلعبوا على الجون كويس جدا. طب هو بالمناسبه هل كثره عدد مشاركات اي منتخب في نسخ مختلفه من المونديال الى اي درجه بيبقى للتفصيله دي قول في الحكايه؟
هي يعني بتدي تفوق من ناحيه تاريخيا، يعني من قوه المنتخب تعرفه من عدد مشاركاته. بس انا بكلمك كمان على فيما يتعلق بمساله ما انت في كاس العالم بتلعب مدارس كرويه مختلفه من كل حته في العالم، ففكره ان انت خط في الحكايه دي عدد من المرات، فبالتالي بقى عندك خبره اللعب مع المدارس المختلفه دي، اكيد برضو بيبقى لها فرق وبيبقى لها تاثير بشكل او باخر، ولا ايه؟ بتفرق طبعا. بالتاكيد يعني في النقطه دي بالتحديد كل ما كان عدد المشاركات الدوليه للمنتخبات مع كبير وتصنيفهم في الفيفا تصنيف متقدم، ده بيفرق، لان هو بيلعب ما بيلعبش مع مدارس واحده، يعني ما بيلعبش مع مثلا اوروبا، لا بيلعب مع اوروبا، بيلعب مع امريكا الجنوبيه، بيلعب مع افريقيا، بيلعب مع مستويات مختلفه عشان يقدر ان هو، لان هو المحك في الاخر اللي هو ايه، اعلى بطوله واغلى بطوله والبطوله اللي بيتابعها مليارات البشر في العالم هي كل اربع سنين في كاس عالم. طبعا. فهو بالتالي لازم بيلعب مع كل المدارس، لان هو هيعمل الكلام ده، هو هيتعرض له لما يجي يلعب في كاس العالم، ان هو يلعب مع كل منتخبات مختلفه. طبعا. من كافه القارات يعني. طبعا. فبالتاكيد لما بيلعب مع مدارس مختلفه بياخد خبرات، يبقى عارف المدارس دي. يعني مثلا على سبيل المثال مصر هتلعب بلجيكا يوم الجمعه. ايوه. ليه المنتخب البلجيكي اللي هو حاليا المصنف الثاني على العالم، ليه اختار منتخب مصر؟ لان هو عنده المغرب، عنده منتخب المغرب في مجموعه، منتخب المغرب في مجموعه، وعايز يلعب مع مدرسه قريبه من المدرسه الافريقيه، فلقى ان مصر هي اقرب حاجه ليها، مشابهه لمنتخب المغرب في طريقه الاداء وشكل اللعب. فطبعا بالتاكيد فكل مدير فني قبل المونديال بالتحديد بيلعب مع كل المستويات وكل المدارس عشان يقدر ان هو لما يجي في الامتحان الاخير في كاس العالم يعرف يلعب كل منتخب بالشكل والطريقه اللي يقدر يكسب بيها. على ذكر النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي، هل تعتقد ان يعني في ناس كتير شايفه ان الماتش الودي، المباراه الوديه اللي ما بين مصر وبلجيكا هي المحك بقى الحقيقي اللي بناء عليه نقدر نحكم على فيتوريا وجوده مع المنتخب، الى اي درجه انت متفق مع الفكر ده؟ هو يعني هو مش حكم عليه، يعني هو مش حكم نهائي، مش حكم نهائي. هو انت بتاخد مؤشرات. المدرب دايما بتقييمه بيبقى مثلا بعد 6 أو 7 ماتشات، تقدر تقول المدرب ده فكره كويس هينجح بتقيمه، ولكن هي دايما في الماتشات الكبيره بتفرق مع الجمهور طبعا جدا. لما انت تعمل مثلا ماتش بتفضل في الذاكره، ان انت تعمل ماتش كويس قدام، زي مثلا ما بنفتكر ماتش البرازيل، مصر والبرازيل، ايطاليا، بنفتكر ماتش مصر وايطاليا على طول. ده النهارده عايشين على ذكرى العطره الى هذه اللحظه. والله يعني برضو بالحاجات المنوره في تاريخنا، خاصه الحقيقة. ان ده جيل ذهبي في منتخب بلجيكا، يعني دي بروين ولوكاكو وباتشواي ولاعيبه كتير، نوفيستل وهازارد، الجيل الذهبي ده، وكورتوا طبعا في حراسه المرمى، جيل ذهبي في منتخب بلجيكا. فانت لما تكسبه او ان انت تعمل عليه نتيجه، يعني نفسنا ان احنا يبقى الاداء كويس، تبقى الفكره الاداء متقارب. يعني طب ما الجيل الذهبي ده للمنتخب البلجيكي مش ممكن ينتج عنه مفاجاه هو كمان؟ يعني مش ممكن نلاقيه مثلا في المربع الذهبي ويتصعد يعني لو بتتكلم على وارد. لو بتتكلم على المنتخبات اللي هي يعني احنا بنتكلم في برازيل، ارجنتين، هو طبعا انا نفسي ارجنتين عشان ميسي يعني ياخد بطوله بقى قبل ما، لان ده هو ميسي صرح على فكره امبارح ان كاس العالم في قطر ممكن يكون الاخير لميسي مع ده كان متوقع الى مع الارجنتين. وطبعا انا اتمنى يعني من كل قلبي ان ميسي طبعا ياخد كاس العالم في قطر ان شاء الله، وهيكون اخر مونديال برضو لكريستيانو رونالدو ونيمار. يعني نيمار برضو قال امبارح صرح تصريح قال انه ممكن يكون الاخير ليا مع منتخب. طب ما كده كتير من متعه المشاهده هتغيب عننا. عايزين صلاح، ما فيش غير صلاح. ايوه بقى، ايوه بقى. كنا بنتكلم على اخر حاجه، على المنتخب، على المنتخب، على المنتخب البلجيكي. ان طبعا المنتخب قدام بلجيكا هيبقى مباراه صعبه بكل التاكيد. نتمنى ان هي يعني ان روي فيتوريا يكون موفق. طبعا هو في الاختيارات كان عليه برضو كلام ان انتقد، بس بعض النقد يعني، ولكن انا شايف ان الاختيارات كلها موفقه. ماتش بلجيكا قصدك؟ شايف الاختيارات كلها موفقه. هو بس هو بصراحه لا، هو ثابت، هو اللعيب الوحيد يمكن فيتوريا يعني يعني ما اعرفش سر تمسكه. انا مع احترامي الكامل لاحمد كوكا المحترف في الدوري التركي، لكن احمد كوكا خد فرص كتير جدا مع منتخب مصر على فترات طويله، الفتره يعني على مدار 3 سنين تقريبا اللي فاتوا، لكن يعني مش ده هو المردود
ولا مفيش كيمياء ما بين احمد كوكا يمكن وجماهير الكره المصريه. ممكن ارد عليك بالراي الثاني بقى اللي هو ان هو احمد حسن كوكا مثلا كمدرب كفكر روي فيتوريا انا جبته مثلا في الماتش الاخير جه وما لعبوش لا جه وبسجل يعني الماتش اللي هو الودي بس ماتش بس يعني هو وعلى فكره ماتش ضعيف جدا يعني. التفصيله دي اتقالت على كذا حد قبل كده وبالمناسبه وعلى راس القائمه محمد صلاح شخصيا فكره انه اللعيبه المحترفين في الدوريات الاوروبيه المختلفه بيبقوا مع فرقهم كوم ومع المنتخب المصري كوم تاني وفي ناس بتقول ان مرجعيه ده هو فكره ان يعني شوفوا فرق اللي بيلعب مع مين ومين بيخدم عليه انجاز التعبير هو قوه المنافسه والهارموني اللي بينه وبين اللعيبه اللي هو بيلعب معاهم بالمقارنه باللعيبه المصريين اللي مش بيقابلهم غير كل كام معسكر والتاني هو كوكا يعني هو كوكا فعلا في مكان بيجي في المنتخب ما كانش بيبقى اداؤه هو الامثل الامثل ولكن هو انا بتكلم مثلا من لو انا بفكرت مكان فيتوريا دلوقتي هو بيحط قائمه لسه بياخد فكره بياخد انطباع لعب وديتين فلما جاب كوكا الماتش اللي فات سجل معاه فهو لسه كان بيعمل مقارنه ما بينه وما بين شريف وحاطط احمد ياسر ريان الرابع بتاعهم واضح جدا من تفكيره كده فهو حاطط كوكا هو مش هيلعب يعني هو اللي هيلعب مصطفى محمد واضح ان هو هيبقى محمد صلاح وتريزيجيه بعد اصابه عمر مرموش ربما يلحق وربما لا فهيبقى محمد صلاح وتريزيجيه وبديل مصطفى هيبقى بديله هو كوكا هو حاطط كوكا كبديل يعني مصطفى محمد بصراحه هو ظلم احمد ياسر ريان يعني بعدم اختياره في أو محمد شريف يعني اي منهم يعني احمد ياسر او محمد شريف يعني هم اللي كانوا يستحقوا اللي هم موجودين في مباراه بلجيكا مع كل طبعا احترامي لاحمد حسن كوكا يعني بس هو للاسف الشديد مع المنتخب ما قدمش المستوى اللي يخليه موجود يعني حتى كبديل بس ارجع تاني واسالكم نفس السؤال لان النقطه دي اتكررت قبل كده على السنه محللين ومعلقين وكتير من الجماهير بطبيعه الحال فكره ان اللعيبه المصريين بره بيبقوا وضع ومع المنتخب بيبقوا وضع تاني هل للمعضله دي حل هل للمشكله دي حل من خلاله يبقى في مساحه وقت كافيه لوجود تناغم وانسجام ما بين لاعبتنا المحترفين في الخارج وبقيه تشكيل المنتخب ولا ده هياثر بطبيعه الحال على وجودهم مع فرقهم يعني هي النقطة دي بالتحديد يا استاذ كريم يعني ما بتحصلش غير في يعني لعيبه يعني مش لكن المعظم المحترفين ما فيش حاجه اسمها محترف هيجي ينسجم لا هو المحترف يعني لعيبه محترفين دول هم بيلعبوا مع بعض بقالهم 4 5 6 سنين أيوة. سواء في منتخبات الشباب او منتخب الاولمبي او المنتخب الاول فهم مش لسه هيتعرفوا على بعض لا دول مع بعض طالعين مع بعض في يعني على فترات زمنيه قريبه مع بعض وبيكون موجود معاهم بعض اللعيبه من اجيال ثانيه اللي هي الاجيال الاكبر فنغمه ان هو محترفين لما بيجوا مع المنتخب مصر بيبقوا بشكل تاني لا انا يعني فيها ظلم من اللعيبه المحترفين بيقول لك ان هم خايفين على الاصابات وبيلعبوا بالشوكه والسكينه والكلام ده يعني مش مظبوط لان احنا بنظلم كده اللعيبه المحترفين بتاعتنا وعلى راسهم طبعا محمد صلاح اذا كان محمد صلاح نفسه كان بيتقال عليه نفس الجمله دي طبعا. ان هو بيلعب مع المنتخب بيبقى واخد وحتى جمله خايف على رجله سمعناها في وقت من الاوقات على محمد يعني هو ده عيب وده طبعا بيأثر بتأكيد على محمد صلاح يعني نفسياً ان هو بيحس ان كل الجماهير قاعده متربصه محمد صلاح بيلعب ازاي مع منتخب مصر شوف خايف على نفسه ازاي شوف مش عارف بيع لا طبعا مش كلام مش مظبوط خالص ومش مش مش منطقي ان احنا نقوله وان احنا نردده في وسائل الاعلام يعني دكتور طبعا هي السوشيال ميديا يعني نمره واحد متفق معاه في وجهه النظر دي طبعا متفق معاه بكل تاكيد انا شايف ان المحترف لازم لما يجي انت دلوقتي بقى عندك محترفين كتير الفتره دي كمان بتطلع في سن صغير يعني لسه شايفين لعيب في 2006 محترف في اوفنهايم الالماني بيلعب جابرييل بيلعب في الارتكاز لعيب كويس جدا فانت عندك لعيبه صغيره هي بدات تطلع لما بتندمج مع منتخب الشباب في السن ده يبدا يجي مصر ويتعرف ويعرف اللعيبه ويتعود عليهم والاجواء دي حاجه مهمه انا شايف ان المحترفين هتفرق كتير زي ما فرقه مع الجزائر وفرقه مع تونس وفرقه مع المغرب دي نقطة مهمة جدا وبعدين بصراحة برضو ثابت قصة ان المحترفين لا المحترفين لازم فعلا المحترفين اللي هم بيقدموا مستويات عالية مع انديتهم في الخارج لازم يكون ليهم الأولية في المنتخب ده شيء طبيعي جدا وده منطقي وقليل قوي لما بس برضه منطقي بس قليل نشوف فروقات يعني ما بينهم وبين الباقي قليل قوي لما تلاقي حد كويس قوي مثلا يعني زي ما بيتقال على كوكا ان هو متألق في مسيرته الاحترافية لكن هو متألق لكن مع المنتخب مش يعني ما أظهرش نفس التألق
لكن ده ممكن يكون واحد، لكن ما نقدرش نعممه على الكل. طب هي دي النقطه اللي عايز اوضحها. طب تعال نرجع مره ثانيه للمونديال، وتحديدا لمفاجآت المونديال، واللي كان من ضمنها استبعاد راموس من منتخب اسبانيا وفيرمينيو من البرازيل. طب يعني راموس لما ما يشاركش، مين اللي هيكسر اللعيبه اللي في الفرق اللي هيلعب؟ بس راموس مين اللي هيدغدغ الدنيا في ارض الملعب؟ لا بس هو لعب، بس هو لعب اخر فتره، كان لعب مباراه باريس سان جيرمان، كان لاعب اساسي في الفترات الاخيره. بس مش هيشارك مع منتخب بلد؟ لا لا, 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 لا انا بتكلم على هو شارك مع، هو بيلعب في باريس سان جيرمان. فهو الفتره الاخيره هو انت عارف كان عنده اصابه قعد فيها طويله شويه، بس هو بقاله سبع او ثمان مباريات مشارك بصفه اساسيه، عشان هو كان عايز طبعا يكون ليه دور مع منتخب اسبانيا. هو مش في السكواد الاساسي بتاع اسبانيا. هي دي فكره، ان هو المدرب برده زي فكره روي فيتوريا، ان هو بقى له سنه ونص ما بيروحش المنتخب، يعني هو بيعتمد على بوتوريس وبيعتمد على جارسيا وبيعتمد على اكتر من مدافع معتمد عليهم، فهو مش من فكره قوي. بس طبعا وجود راموس حتى ليدر بره يقدر يساعدك، بس اكيد هو اكيد عمل له مشكله، او اكيد مثلا لما كان، لان هو في المباراه الاخيره كان بينزله بديل، فوجود راموس برده على الدكه وينزله بتبقى مشكله. هل الموضوع ده علاقه بشكل او باخر بفكره متوسط الاعمار للعيبه اللي هيشاركوا في المنتخب؟ ده من ضمن حسابات المديرين الفنيين بالتاكيد في المنتخبات الكبيره، ان هو يعني عامل حساب النقطه دي بالتحديد في بعض المراكز. هو برضه هي القصه مش قصه، طب عنصر الخبره كده. ما هي القصه مش قصه وبعدين القصه مش قصه ان هو ينزل بالاعمار بس، لا القصه لكن في بعض الاوقات بيبقى في بعض المراكز محتاجه للعيبه عندها خبره عاليه، زي حراسه المرمى، زي قلب الدفاع. لكن احيانا هو قلب الدفاع المركز الوحيد اللي هو ممكن يخرج بره الحسابات دي، ان هو ما يعتمدش عليه. ليه؟ لان هو بيحتاج المركز ده بالتحديد، ثبت انت عارف طبعا، بيحتاج للعيب على عنده سرعات عاليه، صح، وعنده قوه انقضاض، وعنده ارتخاء عالي في الكرات العاليه، قوه الانقضاض الحقيقه اللي هو بني الدنيا انقضاض. فكل ده في المستويات العاليه اللي هي زي كاس عالم، هتحتاج لعيبه بمستوى بسن صغير، صح، بمستوى قدرات بدنيه معينه، عشان يقدر يجاري السرعات اللي هتبقى في كاس العالم. فعشان كده ممكن يكون الاختيار تم على مع او على الاقل جزء منه. وكمان ممكن يكون عايز يحافظ على اوضه اللبس. راموس ممكن وجوده بره على الدكه يعمل لك مشاكل، ما بيلعبش ليه، هيلاعب لعيبه ثانيه. بس انت قلت اللبس في كاس العالم بالذات محتاج يبقى فيها روح من الصمت. طبعا هو راموس وجوده يفرق كقائد، بس ممكن اكيد عمل له مشكله كذا مره. يعني ممكن فيرمينو امبارح، احنا بنتكلم على اللعيبه اللي استبعدت من كاس العالم، فيرمينو امبارح برده قدر ان هو يجيب هدف رائع امبارح، وكان يعني متالق جدا، متالق معاه. انا بشكركم على وجودكم معانا في حلقتنا النهارده، جزيل الشكر، نورتوني واسعدتوني، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. شكرا لكم. شكرا كريم، وصباح الخير عليك. صباح الفل عليك. وخلونا نطلع فاصل سريع جدا مشاهدينا في كل مكان، ونرجع عشان نستقبل الدكتوره ريهام الحياوي اللي هنفتح معاها ملف يهم كتير منكم، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. الحقيقه ناس كتير من اللي بتعاني من السمنه، وخصوصا السمنه المفرطه، لما يبتدوا كده يدردشوا مع الطبيب المعالج او اخصائي التغذيه اللي هم بيتعاملوا معاه، يمكن من الاسئله اللي شبه ثابته ومتكرره في معظم الاحوال وفي معظم الحالات، السؤال اللي بيقول طب انا دلوقتي ايا يعني، حتى قبل ما يسال على الخطه اللي بموجبها هيخس، لا يعني هيفترض ان الخطه هتنفع وان شاء الله هيخس، يسال دايما طب انا لما اوصل للوزن المثالي اللي انا بدور عليه وبحلم بيه، ازاي افضل ثابت على الوزن ده وما ارجعش ازيد تاني في الوزن مره ثانيه؟ والحقيقه سؤال مشروع وسؤال في منتهى الاهميه، وخصوصا لما تكون مرجعيته نفسيه، فكره ان الواحد حقق حلم وتخلص من وزن زايد كان بيشكل له كابوس في حياته، مش عايز يرجع للكابوس ده مره ثانيه. فتعالوا نتكلم في الفقره دي عن التفصيله دي، فكره بعد الوصول للوزن المثالي المنشود ازاي نحافظ على وزننا ده اطول وقت ممكن. ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفتي العزيزه المتالقه في اللون الاحمر النهارده، منوراني دكتوره ريهام الحياوي. صباح الفل عليكي. صباح النور والجمال. معانا إيه؟ في قناه الاهلي لازم نلبس احمر، يعني اقل واجب. اقل واجب. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله بخير. بتهيألي بتتسالي انت كمان السؤال ده كتير جداً. فكره ان انا احافظ ازاي على او اثبت ازاي وزني المثالي اللي انا وصلت له بعد طول حقيقي معاناة. ده وسؤال تاني يا كريم، هخس قد ايه في الاسبوع؟ اول ما ياخد اول ورقه الدايت هخس قد ايه وهثبت ازاي يا دكتور؟ طب تعالي نبتدي بالسؤال التاني. يعني فكره الحفاظ على الوزن والثبات عليه مهمه سهله ولا مش سهله، ولا المفروض تكون سهله من منطلق ان احنا عملنا الاصعب وخسينا بالفعل؟ كلامك بقى مظبوط جدا. هي مفروض يفترض ان هي تكون اسهل، ان احنا عملنا الشوط الاكبر، ان احنا وصلنا للهدف او التارجت اللي احنا حاطينه، لكن للاسف هي بنفس صعوبه
فقدان الوزن ليه اصلا نتيجه سلوكياتنا احنا، ان عدم انضباطنا، بنفرح قوي قوي بان احنا فقدنا الوزن اللي احنا عايزينه، الله ايه خلاص انا بقيت رفيعه، جسمي حلو، اخرج تاني اكل الاكل كنت باكله غلط، في مصيف اسهر، اكل بالليل متاخر، ابتدي اعيش حياتي عادي جدا. يعني الحفاظ على ثبات الوزن محتاج نفس قدر الاراده المطلوبه لفقدان الوزن اصلا، بس تحت اشراف بقى، وده اللي هتكلم عنه بالتفصيل النهارده يا كريم، تحت اشراف فريق طبي كامل يكون هو الجايد او المرشد ليك تعمل ايه بالظبط، لان هي الرحله دي مختلفه عن الرحله دي، بس دي ليها ارشادات ودي ليها ارشادات، ودي ليها اسلوب ودي ليها اسلوب. طيب احنا محتاجين يكون في داعم لينا عشان يفهمنا نعمل ايه ونمشي صح، وما نبقاش مكملين حياتنا في فكره اليويو، ان انا طالع نازل اتخن وازيد بمنتهى السهوله. فاللي احنا عايزين نقوله النهارده ان شركه بايو ناتشرالز قدمت لك المرشد او الجايد اللي هيكون خير دليل ليك تعمل ايه وتخس اولا ازاي، ومش بس تخس، الرحله اللي احنا بنسال بقى عليها موضوع حلقتنا النهارده، رحله الثبات في الوزن يا دكتور، هي مش اقل اهميه من فقدان الوزن، وده حققته شركه بايو ناتشرالز بفريقها الطبي الكبير جدا من خلال كورسات متعدده. والكورس اللي هتكلم عنه النهارده يا كريم هو كورس بيستا. كورس بيستا هو كورس مكمل غذائي طبيعي، ما فيهوش اي حاجه كيميكلز ولا حاجه بتشتغل على المخ، عشان انت عارف دايما انا ضد اي حاجه سواء فاتح شهيه او حاجه تقفل الشهيه تكون بتشتغل على مراكز مخنا. احنا بنعمل ايه يا كريم في الكورس بيستا وفريقنا الطبي؟ بنتابعك من اول لحظه، بنعرف لما وبالمناسبه المتابعه دي مجانيه اسبوعيه مع الكورس، مش حاجه خالص بيد ولا مدفوعه الثمن. طيب بنعمل ايه بقى؟ بنتابع المريض بكل تفاصيله من اول يوم، بناخد تاريخه الوراثي، تاريخه في السمنه، اقل وزن وصل له، لو عندنا تحاليل فيها مشاكل، عندنا اي دروب صحي، بنعرف كل التفاصيل دي، ونبتدي على هذا الاساس نرشح الكورس اللي طبعا كل مكوناته طبيعيه وامنه 100% وطبعا مرخص من وزاره الصحه. بنبتدي نبدا رحلتنا الكورس بيستا، وهي الالياف المالئه اللي بياخدها المريض على كوبايه ميه قبل كل وجبه بالنص ساعه لساعه. قبل بس بنبتدي معاك الرحله، عايز بس اسالك على سهوله الوصول للمنتج اصلا، هل متوفر في كل الصيدليات؟ يعني اللي يعوز يجيبه ازاي؟ مفيش اسهل من كده يا كريم، طبعا هو متوفر في الصيدليات ده حقيقي زي ما انت قلت، لكن كمان مفيش اسهل من انا من ارقام التليفونات اللي ظاهره على الشاشه حاليا. أوكي. او صفحه الشركه بايو بيستا، ودي الصفحه الخاصه بشركه بايو ناتشرز اللي عليها كل حاجه هتكون موجوده، العروض، الهدايا، زي الكلام على هدايا كمان بالظبط، فيتامين دي 3 اللي دايما بقول لكم في اي يعني اي تقريبا حوار طب يخص التخسيس بقول لكم يا جماعه فيتامين دي اللي ناقص عند 3/4 المصريين، ليه دور كبير جدا جدا في فكره ان حرقنا يا دكتور بقى ضعيف، ما بنخسش رغم ان احنا ابتدينا نظبط، ابتدينا نمارس رياضه، ليه ما بنخسش زي زمان؟ عشان بمنتهى البساطه ممكن نقول مش عندكم نقص، انتوا ما عندكوش فيتامين دي لما بتعملوا الارقام وبتبعتوها للفريق على الارقام اللي ظاهره على الشاشه. تقريبا كل الارقام اللي بتجي لنا يا كريم وبتيجي الفريق الطبي لشركه بايو ناتشرالز اللي هي منعدم فيتامين دي، فالشركه لما لقت ده قررت ان هي، ما انت مش ضامن ان انت تدي الكورس وتلاقي المريض بيلتزم بالمكملات. ازاي منعدم يعني؟ يعني من قله الشمس عندنا. ما هي للاسف بقى، ما ده اللي زعل جدا يا كريم بجد، ان احنا عندنا شمس جميله ما شاء الله حتى في الشتاء، حتى طبعا في المطره تلاقيها بتطلع على طول باستمرار، بس احنا تعرضنا ليها مش بالصوره الصح. اولا لازم تكون معرض لجلدك مباشره من غير لبس، يعني ايديك كف ايدك ظاهر، مفيش ازاز، يعني انت سايق وقافل ازاز عربيتك انت كده مش معرض، قاعد في بيتك قدام الازاز او في مكتبك برضو مش معرض، فاحنا المفروض تتعرض لها برضو قبل 10 الصبح وبعد 4 العصر. فاحنا عندنا شمس جميله ما شاء الله، بس للاسف 3/4 عندنا الرقم نازل جدا، عشان كده شركه بايو ناتشرالز قررت تحط الحل السحري في معدل الحرق، وهو فيتامين دي هديه مع المتابعه المجانيه، اللي طبعا اي حد هيتواصل مع الفريق على الارقام وعلى الصفحه هيقدر ياخد المتابعه المجانيه، اللي هي هتفيده بقى في ايه؟ هتفيده زي ما قلت ان احنا نحطك على الطريق الصحيح من الاول، اسلوب حياتك يمشي ازاي؟ فقدت الوزن اللي هو من 8 ل 12 كيلو مع كورس بيستا شهريا، وده رقم محترم جدا جدا. طبعا طب فقدنا يا دكتور ال 12 كيلو، انا شخص زي ال 30 كيلو ولا حاجه خسيتهم في لو انا راجل هخسهم في شهرين اكيد، انا ما عنديش شك يا كريم، لو ست ممكن شهرين ونص مثلا. اوكي. خسينا الوزن اللي احنا عايزينه، بنفرح، بننبسط، بنصغر مقاساتنا. طبعا. شهر التاني التالت تلاقي الشخص عشان ما تابعش مع يرجع للمقاسات القديمه بالظبط كده، يبتدي يعمل عادات خاطئه، واحده في التانيه في التالته تلاقي 10 كيلو زادوا، طب انا هظبط ان شاء الله، وينسى هظبط ان شاء الله لغايه لما يلاقي نفسه زاد تاني 30 كيلو. فاللي احنا بنعمله بقى الفريق الطبي لشركه بايو ناتشرالز في متابعتكم على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، بمنتهى البساطه
بعد ما خسيت التارجت بتاعك بيبتدوا يحطوا انظمه تانية مختلفه عن طريق يعني ان هم خلاص بقى انت ليك فايل عندنا ومع الفريق بتبتدي تحط حاجه للتثبيت بتكون مختلفه. يعني انا لو شخص دلوقتي ماشي على كورس معين مكون من بيستا من الب مالتي فيت الفيتامين مكون من 13 عنصر مستخلص القهوه الخضراء فيتامين دي كل دي الكومبو اللي بياخده المريض في اول رحلته علشان يفقد الوزن وهو مريض لان مريض السمنه هي مرض بلس ان هي بتؤدي لامراض مزمنه كتير طبعًا جدا طبعًا مصاحبه للسمنه فاحنا بنتكلم عن مرض فعلا العصر صحيح. دلوقتي طيب هو خد الكورس اللي ظهر قدامنا على الشاشه الب مالتي فيت فيتامين وبيستا وخد بيستا ثلاث مرات في اليوم مع الوجبه قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه أوكي. مع كوبايه ميه وانا بفضل هو بيدوبه في كوبايه ميه او عصير او لبن ونشرب كوبايه ميه كمان بعديها عشان الالياف اللي انا خدتها اللي هي الشوفان ورده القمح وقشور السنين تنفش براحتها بقى تنفش براحتها خالص وما تخليش في مجال ولا سبيس لقدرتك الاستيعابيه للكميات المهوله اللي بناكلها هتقل جدا جدا فبالتالي السعرات اللي داخل جسمك ما احنا ما فيش خارج خلينا نعترف ان المجهود اللي الناس بتبذله بقى اقل القليل فاحنا عايزين نقلل بقى ايه الداخل فقللناه بان احنا ملينا معدتك بطريقه صحيه الياف طبيعيه مليون في الميه وجوده عاليه جدا يا كريم ليه كمان جوده عاليه عايزه اكد على المعلومه دي ان الحمد لله كل الحالات كلها بلا استثناء اللي بتتابع مع فريقنا الطبي على الارقام وعلى الصفحه اللي ظاهره على الشاشه كله قال انا فعلا سعيد ببيستا لسبب بقى مختلف عن كمان الخسيه ال 8 وال 12 كيلو اللي مفرحين اي حد احنا مشكله الامساك المزمن اللي مرتبطه دايما في بالنا من زمان مع اي نظام دايت ان اكله قليل ونوعيه الاكل يا دكتور بتخليه عندنا امساك مع الدايت والموضوع ده مضايقني جدا ده مش حاصل بقى ده مش حاصل ده بالعكس الالياف بتشتغل يعني بتحسن منظومه الهضم وحركه الامعاء فاي شخص بياخد بيستا حتى بيقول انا بصحى الصبح بدخل التويليت بانتظام حاسس ان حركه الامعاء مفيش بلوتينج وانتفاخات لان المعده والامعاء متنظمين جدا فدي ضمن المميزات اللي ناس كتير عندهم قولون عصبي كانوا عندهم مشكلة السمنة وقولون حسوا لا الموضوع فرق كمان صحيا في صحة الجهاز الهضمي بتاعهم الأعمار بقى ابتداء من سن كام انتهاء بسن كام ممكن يتعاملوا مع البيستا ما فيش انتهاء في ابتداء من سن 13 سنة آمن لكل الولاد علشان نبتدي نشجعهم ان هم يفقدوا وزن بطريقة كويسة وما تحسيش ما تحسسيش ولادك ابدا ان هم فيهم ديفو او فيهم مشكله وان انت لازم تتحرم عن بقيه زمايلك في النادي في المدرسه عن قرايبك عشان انت عندك مشكله لا انت عادي جدا تعاملي مع ابنك بطريقه كويسه وبنتك انت بس حسني شويه من طريقه طهيك للاكل نوعيات الاكل اللي بتحطيها في الثلاجه يعني ابتدي ظبطي حاجات كده اساسيات ثم هناخد بيستا كمنتج طعمه تفاح اخضر يا كريم لطيف جدا جدا جميل. ميكس كده فيه مزيج طعم الرده الطبيعيه اللي احنا موجوده فيها زي ما قلنا المنتجات كلها طبيعيه 100% فميكس طعم الرده والشوفان بيتاخد ككوبايه عصير تفاح قبل الوجبات وهم نازلين الصبح المدرسه قبل وجبه الغداء قبل وجبه العشاء فالولد قدامه الطبق العادي التقليدي اللي انت معوداه عليه بالاكل العادي جدا انا مش عايزه اكل دايت اكله هيقل للنص فبالتالي هيبتدي الوزن يقل وهو مش حاسس ان هو محروم من شيء نعلى بقى بكل الفئات العمريه يا كريم مراهقين ثلاثينات اربعينات لغايه اي عمر كبير في السن لسبب بسيط جدا يا كريم هو امن لاي شخص عنده امراض مزمنه بس مش بس امن ده عايز اقول لك ان هو بيساعد على شفاء وده مش معناه ان هو علاج هو شفاء بصوره غير مباشره ليه؟ لان ثلاث ارباع المرضى اللي بيجوا لنا او بيتصلوا على الفريق الطبي في شركه بايو ناتشرز على الارقام وعلى الصفحه دايما هتلاقي ان دكتور العظم قال لي روح خس علشان ركبك والمشاكل اللي عندك شنط العظام دكتور البطنه قال لي مريض السكر عشان سكرك يتحسن وجرعاتك تقل خسس من وزنك الكوليسترول كل تقريبا الشكاوى اللي بتيجي من اي استشاري المريض دايما فيها عنصر خسس جسمك افقد وزن جميل وده تقريبا ده اللي تحديدا عملته اميره وهي كيس موجوده معانا هنشوفها كده ونتعرف عليها وعلى رحلتها مع بيستا كانت عامله ازاي من خلال التقرير ده اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي اميره ابو شوشه سني 39 سنه وزني كان 140 كيلو وبقيت 85 كنت بعاني من الوزن الثقيل من السمنة المفرطة وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة انزل الوزن في وقت بسيط فانا خدت بيستا وفرق معايا جامد
وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه وما كانش عندي اي مشكله بطعمه ولا اي مشكله خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطه لان بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطه جدا ان انا كسبت بطوله الجمهوريه بفضل بيستا، وانصح اي حد عنده سمنه على طول من غير ما يفكر هي بيستا. كويس، أميرة كانت تجربتها لطيفة مع بيستا، ومش هي الوحيدة الحقيقة يعني. الفترة اللي فاتت في ناس كتير كانوا عايشين بوزن وأصبحوا بوزن تاني خالص، فبالتالي نمط حياتهم اتغير 180 درجة، وأكيد حضرتك بتشوفي ده كتير. جدا جدا بيبقى في حاجات يا كريم محرومين وممنوعين منها إن هم يعملوها، سواء يعني أنا بيجي لي شباب كتير جدا من اللي بيتواصلوا على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة مع فريقنا الطبي، بيبقى شاب لسه حاسس إن هو صغير، يعني دي الفترة اللي أنا المفروض أنزل ألعب مع صحابي كرة قدم وأتحرك، وزني التقيل. والأطفال اللي المفروض تبقى بتتنطط مش قاعدة بالظبط يعني كده، الكبار السن اللي من حقهم يكون في بيتهم حاسين إن هم، خلي بالك إحنا الأعمار يعني بره الناس 50 و60 و70 سنة بينزلوا يتمشوا ويتحركوا ويمارسوا رياضتهم بيخدموا نفسهم. ما ينفعش ابقى انا سني لسه 50 وسني صغير وعشان وزني شايل حمل كبير جدا على ركبي انا مش قادر اخدم نفسي حتى في بيتي يا كريم. فدي مشاكل كبيره جدا بتشكلها السمنه. عشان كده زي ما قلت لك احنا شركه بايو ناتشرالز لما عملت كورس بيستا المتكامل، سواء الياف مالئه، مالتي فيتامين، المستخلص القهوه الخضراء الحارق للدهون، او الهديه فيتامين دي، كانت حريصه ان هي تمد كل الفئات العمريه او اي حد عنده اي مشاكل صحيه بجميع العناصر اللي ممكن تكون محتاجها. ما هو الفيتامين فيه كالسيوم، فيتامين دي ضروري جدا لامتصاص الكالسيوم. انت لو فكرت فيها هم حاولوا يفصلوا يعني فعلا خطة علاجية للتخسيس تكون تفيد كل الأعمار، ومش بس تفيدهم، تصلح لهم الديفوهات والمشاكل اللي نتجت عن السمنة. عايز أقولك يا كريم، نسبة الدهون العالية اللي عند 3/4 الناس في دمهم سواء كوليسترول أو كده بتأثر على امتصاص الفيتامينات زي الكالسيوم وفيتامين دي. فالناس اللي فاكرة أن السمنة عز وأن اللي بيأكل كتير ده وزنه زايد أن هو عنده مخزون من الفيتامينات، دي معلومة خاطئة تماما. زمان ده في يعني فئة اجتماعية معينة طبعا شايفة أن الكرش ده دليل على عايز منحنى الرفاهيه، بتربي على الغالي بالظبط. مؤخرا كان بيقول عندك الكرش منحنى رفاهيه دكتوره بالظبط كده. لا 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 خالص، ده للاسف أسوأ حاجه ممكن نكون بنعملها لنفسنا يا كريم ولصحتنا ولاولادنا اللي عرضه بعد الشر، ربنا يحفظهم يا رب جميعا من الاصابه بالسكر النوع الثاني، ودي بقت حاجه منتشره جدا الفتره الاخيره. فاي ام بتتفرج عليا دلوقتي عندها اب او ام كبار في السن عندهم اي امراض مزمنه، عندها طفل بيعاني من السمنه وعندها عنصر وراثي، اول خطوه تعمليها فعلا ليهم عشان يخسوا وعشان يثبتوا الوزن ان هي تتواصل مع فريقنا الطبي على الارقام اللي ظاهره على الشاشه وعلى صفحه بايو بيستا، علشان تقدر تشرح الحاله الصحيه بصوره واضحه جدا تلاقي حد يسمعها، ومش بس كده يفصل لها اسلوب الحياه اللي هتمشي عليه والكورس اللي من منتجاتنا الطبيعيه الامنه 100% الانسب ليهم، ونبتدي نمشي على خطه علاجيه تحت اشراف طبيب اسبوعيا متابعه مجانيه. ومش بس كده، رحله التثبيت برضو هتكون بنفس الطريقه ان شاء الله علشان نضمن الجول او الهدف اللي احنا حققناه حافظنا عليه فنكمل حياتنا عليه باذن الله. عظيم. تعالي بقى نروح لشويه اسئله اتبعتت لنا من المشاهدين. في رساله بتقول انا مريضه سمنه وعندي انزلاق غضروفي، والدكتور قال لي لازم على الاقل تخسي من 6 ل 8 كيلو في الشهر، فهل كورس بيستا هيخليني اخس الرقم ده؟ ده اكتر بقى. لا وشوف بقى كمان انت، انا لسه كنت بقول لك ايه وانت بتقول السؤال طبعا. ايه اي استشاري هيقول لاي حد عنده مشكله فقرات او خشونه ركب يا جماعه اتجه للتخسيس. هي عايزه تخس كل طموحها 8 كيلو صح كده؟ بيستا هيخسسك من 8 ل 12 كيلو شهريا وبطريقه سهله وبسيطه من غير حرمان ولا دايت. ده مش معناه ان احنا يا جماعه نبوظ الدنيا خالص وناكل اي حاجه، بس معناه ان انت هتطبخي الاكل التقليدي اللي متعوده تعمليه في بيتك من غير اي اعباء اضافيه، بس هو هيملى بطنك فتحسي ان انت مش قادره تاكلي نفس الكم، فبالتالي سعراتك هتنزل جدا جدا وتخسي وتفقدي اكتر من 8 كيلو اللي الدكتور عايزك تخسيه. تمام. السؤال الثاني بتقول انا بنتي عندها السكر ووزنها 120 كيلو وعندها الشهيه عاليه جدا ومش عارفه احل المشكله دي ازاي، فحضرتك تنصحيني بايه؟ هنصحك اول حاجه تعمليها دلوقتي حالا واحنا وانت بتتفرجي علينا،
تدخلي على صفحة بايو بيستا وعلى أرقام التليفونات وتكلمي المتخصصين من أخصائيين التغذية، لأن دي حالة صحية عندنا مرض مزمن اللي هو السكر وهي بنوتة صغيرة. فأنا أحب الفريق بقى هيحب يعرف كل التحاليل اللي تخصها، طولها ووزنها، كل مشاكلها الصحية، عشان لما يوصف لها الكورس المناسب ليها أو كورس بيستا اللي هو الألياف. زي ما قلنا يا كريم، الألياف دي كلها مفيدة جدا لمريض السكر، مش بس هتملى بطنه، بتخلي مستوى السكر منتظم في الدم، فبتساعده جدا جدا إنه مش بس يخس سكراته، تظبط جرعاته من الدواء على حسب ماشي على إنسولين ولا أقراص، تتقل يعني تقل وتبقى أحسن كتير جدا. مستخلص القهوة الخضراء هيعلي معدل الحرق، مش بس كده فيتامين دي زي ما قلت لك ليه دور مهم جدا، وبيعالج مشاكل السكر والاكتئاب وحالة الوهن والضعف اللي الناس بتحس بيها. وطبعا قلب مالتي فيت المالتي فيتامين 13 عنصر هيكون مهم جدا جدا لحالة زي البنوتة دي، عشان لما تخس ونظبط سكراتها تبقى بنوتة في سنها الصغير محافظة بقى على كل شيء من شعرها، بشرتها، ضوافرها، جمالها كبنت عايزة تخس وتبقى زي صحباتها. أكيد. في صورة جيدة وصحة جيدة. طيب السؤال بعد كده من الأستاذ أحمد عصام، بيقول أنا وزني 162 كيلو وطولي 175 سنتي. أوكي. عندي 38 سنة، أخدت كورس وماشي عليه بقالي أسبوعين. حلو. وبنزل في الوزن بالفعل، بس عايز أعرف هحتاج أمشي عليه لحد إمتى وازاي اثبت وزني بعد كده؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه اصلا. بالظبط بقى الصف. احنا عايزين نقول ان احنا هو معلش كريم، الطول والوزن تاني الاستاذ كان بالظبط؟ وزنه 162 كيلو. اوكي. 162 ده وزنه؟ ما هو مكتوب عندي كده وزنه 162 كيلو وطوله 175 سنتي وعنده 38 سنه. اوكي. لا ده احنا عندنا سنه قويه جدا، هو محتاج يخس كتير قوي قوي. فاحنا هنمشي على الكورس. لو قلنا متوسط الذكور بيخسوا على الكورس تقريبا 15 كيلو معانا تقريبا، ده فيري كومن يعني. فانت محتاج محتاجين حوالي 90 كيلو فقدان وزن، ده رقم كبير جدا. فطبعا هنكمل على الكورس فتره كويسه، فما نشغلش بالنا بالتثبيت دلوقتي. يعني انت بس اهم حاجه المتابعه المجانيه اللي الفريق بيقدمها لك تفضل فيها اسبوعيا، ما تفوتش اسبوع، علشان بنكون في الاول يا كريم محتاجين نباشر قوي الحاله، خصوصا عندنا وزن زايد كتير، وعشان العزيمه ما تضعفش وما تقلش. فالمتابعه على الارقام اللي ظاهره على الشاشه وعلى الصفحه، هنخس واحده واحده كل شهر 15 كيلو. يمكن لو بذل معانا مجهود بس مش دلوقتي في الحركه، لان الحركه برده هتكون مطلوبه، بس طبعا واحنا وزننا زايد قوي كده يا كريم مش برشح خالص المشي او الرياضه، عشان ركبنا ما بتكونش مستحمله ده. فهنخس مع الفريق، وان شاء الله المشوار يعني قرب النهايه هيبتدي يعمل لك نظام التثبيت اللي هيكون مقارب لنظام الخصية بس بأسلوب مختلف شوية. يا سلام لما الرحلة دي تكون شاملة كمان ممارسة الرياضة حتى ولو على خفيف. جدا. عايز أقول لك يا كريم يعني فكرة بتكون فعلا مفيدة للشخص حتى على المستوى النفسي. أكيد. الرياضة بتطلع هرمونات السعادة والإندورفينز اللي بتخلي الحالة المزاجية حلوة، بتخلي الإنسان مقبل على الحياة وعنده الطاقة أنه يكمل. جميل. احنا سعداء جدا كالعادة بوجودك معانا، وبشكرك على وجودك في حلقتنا النهاردة. جزيل الشكر، وان شاء الله نشوفك على خير ان شاء الله بإذن الله. وبشكركم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا. ان شاء الله بكرة يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل.